أرقام أرقام، احكي لي شو تعرف الجوينت يا أرقام؟ آه دكتور، تعريف الجوينت. تعريف الجوينت definition of joint. هسه هو عبارة عن bony and cartilage structure. لا مش دائما بيكون cartilage، يعني بالفايبرس joint ما بيكون فيها cartilage. ايوه اذا هي bone bone. تواصلوا مع بعض، يعني articulation between two bones. طيب هذا هو تعريف الجوينت. هذا بغض النظر اذا synovial بيكون في cartilage بينهم، articular cartilage. اذا كانت cartilaginous بيكون في cartilage بينهم زي symphysis pubis. اذا كان fibrous بيكون في fibrous tissue بينهم زي ايش؟ زي ايش؟ sutures. sutures. طيب اذا joint is articulation between two bones. اذا التعريف ال dislocation, disarticulation, complete disarticulation between those two points, joints, or two, sorry, bones. إذا كان subluxation بكون تعريفها partial disarticulation of the two bones that form a joint. نيجي لزين. زين أنت وصلتي الحمد لله. أنا كنت خايف إنه أنت اللي تأخري. بس لا أنت جيتي ودخلتي أول. ممتازة. احكي لي يا زين شو المشاكل اللي ممكن تصير في الجوينت بشكل عام؟ فكري لي فيها. تمام. هلا اول شيء ممكن يصير ديسلوكيشن، يعني التروما تصير فيها، تصير على الجوينت وتعمل ديسلوكيشن. وايش كمان ممكن تعمل التروما؟ فراكتشر. فراكتشر انترا ارتكولار فراكتشر، يعني اذا الفراكتشر واصل للجوينت سبيس نسميه انترا ارتكولار. هذا له خصوصيه معينه اليوم حكينا عنها بهذا المريض اللي شفنا صورته اليوم اللي شالوا له المتل وصار عنده كرونيك اوستومايلايتس. هذا كان غالبا عنده تيبيال بلاتو فراكتشر اللي هو انترا ارتكولار فراكتشر انسايد ذا جوينت انسايد ذا ني جوينت. طيب اذا هذا تروما. وايش كمان يا زين؟ ممكن انفكشن. انفكشن فيري جود. هذا انفكشن ممكن بالاطفال الكبار. بالاطفال غالبا بيكون سيستميك سيستماتيك، يعني سيستماتيك اللي هو الروت اوف راوت او روت اوف روت اوف روت اوف سبريد اللي هي ما تقدر صح؟ حكى لكم اياها يمكن الدكتور عادل بالمحاضره او انها بكره محاضره بكره. اللي هو هيماتوجين سبريد هذا بالاطفال غالبا. بالكبار ممكن يكون هيماتوجين سبريد بس غالبا اذا كان المريض اميون ديفيشنت. لكن الانفكشن بالكبار ممكن يكون يعني ريجنال او يعني بموضعه لوكال انفكشن، يعني صار بسبب انتروداكشن اوف ا فورين بودي انسايد ذا جوينت زي بالانجكشن. يعني دكتور بده يعطي انترا ارتكولار انجكشن وما راعى الستيريليتي او قواعد الستيريليتي السليمه فبصير عند المريض انفكشن. طيب انفكشن صحيح الانفكشن ما راح نحكي عنه اليوم لانه عندكم محاضره طويله عريضه عليه مع دكتور صلاح مع دكتور حادي. ايش كمان غير التروما والانفكشن يا زين؟ ممكن انفلاميشن. انفلاميشن بشكل عام. في الجوينت. فيري جود. الانفلاميشن انا حبيت كلمه انفلاميشن ليش؟ لانها بتجمع مش بس الروماتيك وكمان بتجمع بعض الاشياء اللي هي مش روماتيك، يعني مش مثلا روماتويد ارثرايتس او روماتيك فيفر او سورايتيك ارثرايتس اللي هي بصير انفلاماتوري بروسيس ديو تو اوتو اميون كومبلكس فورميشن وبعدين بصير ستيميليشن اوف ذا اميون سيستم والريتيكولو اندوثيليا سيستم فبصير في عندنا انفلاماتوري بروسيس. لكن برضه الانفلاميشن مرات بكون بسبب رياكتيف ارثرايتس والرياكتيف ارثرايتس هنا ما بكون في عندي بكتيريا فهي ليست سيبتيك ارثرايتس وانا بكون في عندنا توكسين وما بكون في عندنا اوتو اميون كومبلكس
او يعني autoimmune complex فاللي هو antigen antibody. لكن بيكون في عندنا inflammatory process due to formation او due to introduction of toxin inside the joint cavity. وايش كمان يا بدنا هسه حد ثاني غير زين زين حكت لي كثير اشياء. فادي احكي لي يا فادي شو كمان disease ممكن تصير الجوين؟ ممكن دكتور يعني هنا روماتويد يعني هذول مش مع الانفلاميشن يعني ماشي روماتويد روماتويد بصير روماتويد ارثرايتس. ايش بتفرق الروماتويد ارثرايتس عن التروماتيك ارثرايت ابوست تروماتيك او عن الاذر فورمز اوف ارثرايتس؟ يعني الروماتويد is an autoimmune. أيوة. مديتة. فشو بدها تصيب بالجوينت؟ فسيمتريكال. مني بال. شوي فكر فادي ما تجاوب على سؤالي مباشرة فكر ثانية عشر ثواني. بسألك يعني هاي مثلاً هيب جوينت. لو كان إنفلاماتوري. وين بدي يكون الانفلاميشن في مكان معين في الهيب جوينت زي مثلا البوست روماتيك او البوست روماتيك على مكان الكارتليج ما تأذى لكن بالاجانب راح لما نحكي هسه شوي زي بس جات السياره على الارض ونشتغل بالدنيا بحكي الاوستيوارثرايتس بالاجانب بتصير بالهب اكثر من اني راح نحكي عنها بعد شوي في الديجنريتيف. الاوستيوارثرايتس بتصيب اكثر شيء وين الويت بيرنج؟ هلا هذا الكلام ينطبق على الروماتيك او الروماتويد ارثرايتس؟ لا الروماتويد ارثرايتس وين ما كان في الجوينت. ليش؟ لانها سيستميك ديزيز يعني هي بتعمل انفلاميشن في كل الساينوفيوم مش على مكان واحد ما لها دخل بالقوة بشكل واضح عشان هيك بالاكس راي بنشوف اشياء مختلفه بين هذه وبين صحيح. طيب شو كمان ضل اشياء غير هاي ما انا هسه حكيتها حكيت زميلتك بوست تروماتيك او سيبتيك او سيبتيك ارثرايتس روماتويد ارثرايتس انت حكيتها وهي حكتها برضه جاوت ممكن جاوت هاي كلها انفلاماتوري أوستيوارثرايتس اللي هي إيش يا مين محمد degenerative يعني وير يعني إيش يعني تلف هذا معناه إنه استعمال بكثرة وبتلف زي واحد بيلبس كندرة مثلا وبتتلف الكندرة بعد كثرة الاستعمال مثلا أنا هسه هذا الجاكيت إذا بده ينقطع إذا أنا بضلني أرفع إيدي هيك بده ينقطع من هون لانه بتلف من هون لانه الالياف اللي فيه انا بظن امطها لحد ما تيجي بريكج يعني تيجي بوينت يصير بريكج للفايبرز وبتنقطع. اول شيء بتكون مش مرئيه بتكون صغيره بعدين شوي بتزيد لانه صارت ستريس رايزر عليها فبتزيد فبروح بصير انتم بتشوفوا مثلا بنطلون بالخزيق او قميص او بلوزه أول شيء بيكون شغلة بسيطة إذا بتتجاهلها تقول مش مشكلة الخيوط هيك من الثلاثة شوية مش مشكلة بعد شوية بتلاقيها صارت الخزي كبير. ليش؟ لأنه صار نقطة ضعف في هاي المنطقة والستريسز بتبين عليها ما بتتوزع زي غيرها اللي بيكون مرتبطات الاتحاد قوة لما يكون مرتبطات الألياف بيكون ما في مشكلة لكن لما ينفصلوا بصير ضعف فهذا هو الديجنريتيف يعني تلف بإيش؟ بالكارتليج لانه احنا بدنا نحكي بالديجنريتيف ارثرايتس بنحكي عن الموفينج جوينتس. شو الموفينج جوينت او موفابل جوينتس؟ شو موفابل جوينتس؟ شو هم يعني شو يعني اي نوع من الجوينتس؟ ساينوفيا يعني مش الفايبرس هذول عمرك واحد شفت واحد بيجي بحكي لك ابوي عندي وجع هون هيك على السوتشرز هيك وهيك كان اول خفيف بعدين زاد بعدين زاد اكثر شوي ما في شيء اسمه سوتشر اوسيو ارثرايتس ما في لانه ما في حركه عليهم اذا كيف بده يصير وير احنا حكينا الحركه هي اللي بتعمل التلف اللي هو الوير
فهنا ما في وير لانه ما في موفمنت في الفايبرس او بالكارتيجنس جوينت. اما الساينوفيال جوينت لانه بيتحركوا كثير راح يصير في عندنا وير اوف ذا كارتيج تيشو. هلا شو اللي حكينا احنا باكثر من محاضره, محاضره الاورثوبيديك ايمرجنسي وغيره, كارتليج از ريجنراتيبل يعني ممكن اعاده تكوينه؟ نو لانه هذا الكارتليج لحد الان ما وجدوا طريقه انه الكارتليج لما يموت بينتج كارتليج ثاني بداله. عشان هيك الكارتليج بده يصير في عندنا الياف بداله, فايبرس تيشو. يعني راح يصير الجينريشن او نحكي ريبير باي فايبرس تيشو. وفايبرس تيشو جم كارتليجنس تيشو هذا عبارة عن ستريس رايزر على الحفة تبعتهم. ليش؟ لأنهم سطحين مختلفين بالبايوميكانيكلي بايوميكانيكال بروبرتيز. طيب فإذا هيك بصير التلف بالكارتليج, وهكذا بصير. إذا الكارتليج أنا بظل أقول للمرضى زي شيب الشعر, شيب الشعر إذا بدأ هسا هذا راح بيوم من الأيام يرجع أسود؟ لا, بس هذا ممكن يصير أبيض. إذا التلف بزيد مع العمر مع الوقت, في temporal effect في الزمن. طبعا الزمن مش إنه يعني أنا والله هيك عامل وبزيد, لا, هذا يمكن بالشعر بصير, أما بالكارتليج لا, بده حركة. الزمن معناها cycles of movement زادت, كل ما الإنسان كبر أكثر كل ما زادت. عشان هيك لما كل ما واحد كبر أكثر بالعمر ببين الأوسيوآرثرايتس, ببين التلف اللي في الكارتليج. طيب إذا هاي الأمراض, وطبعاً ممكن يكون في تيومرز, ممكن congenital congenital anomalies. يعني في ناس بيكون عندهم فالغاس أو فارس وبيضل طول العمر. إحنا مثلاً الطفل اللي شفناها بتمشي في المستشفى وعندها فارس, واضحة فارس, بس هذه مو وما بنعتبرها congenital anomaly, هذه بسموها developmental. يعني ما كانت عندها لما كانت وهي طفلة صغيرة أو نيني أو pre walking قبل المشي. لما صارت تمشي وزنها صار عليها, صار الوزن أكثر على التيبيال بارت مش أكثر من اللاترال, يعني على الميديال سايد أكثر من اللاترال, فصارت تميل لحد ما صارت فارس. وهذا إشي متوقع يعني كثير بصير, نسميه فيسيولوجيكال فارس لأنه ديفلوبمنتال, ولأنه بتحسن لوحده. لو إنه هو ديفلوبمنتال وبيظله كان بنسميه ديفلوبمنتال فارس كمرض, لكن لأنه بتحسن نسميه فيسيولوجيكال, يعني من ضمن الطيف الطبيعي. الطيف الطبيعي في ألوان متعددة, وهيك الطيف الطبيعي تبع الني إنه ممكن على عمر سنتين تكون مستقيمة رجليها وممكن تكون فيروس. لكن متى بنخليها غير طبيعية؟ إذا كان في عندها other symptoms and other signs. يعني مثلا widening of wrist. طيب widening of wrist, فونتانيل نون كلوجر اوف فونتانيل, يعني صار عمرها سنتين والفونتانيلز بعدها محسوسه, هذا معناها انه في عندها نقص بالكالسيوم, معناها نقص بالفيتامين د, معناها عندها ريكتس. طيب هون بتبطل اسمها فيسيولوجيكال فارس. المهم انه احنا هذه الامراض اللي بتصيب الجوينتس ممكن تكون كونجينيتال, ممكن تكون تيومرز, يعني ممكن يوينج بصير حول الني, الأوسيوساركوما أكثر شيء حول الني, طبعا بصير بأماكن ثانية لكن أكثر مكان يا إما بالديستال فيمر يا إما بروكسيمال تيبيا, يعني حوالين الني. والمريض لما يجي, أنا جتني يا حرام قبل, يا ريت عندي الصور, والله يمكن يكون عندي الصور, والله من ذلك إذا عند عندي يوم فيديو صورتهم بالتليفون, يا حرام عمرها 31 سنة وعندها تيومر بالهذا, بس ان شاء الله انه هذا تيومر يعني مش سيء كثير, يعني اسمه جاينت سيل تيومر, هذا بكون لوكال اجريسيف بس, اما ما بروح غالبا يعني ما بروح بعمل ميتاستاسيس او بروح على الليمفاتكس او على هيماتوجينس سبريد. فان شاء الله انه يكون زي ما انا حكيت. والله ما سالت زميلي, انا بعتها لان عندها تامين, بعتها على مستشفى الملك عبد الله وحكيت مع زميلي وبعرف ايش عنها شو صار معها, لازم احكي معها اتاكد شو صار معها. طيب فهذه ممكن التيومرز تيجي حوالين اني, هي اصلا جايتني بني بين وسويلينج, هذا اللي جايتني فيه ني بين اند سويلينج, اذا جوينت بروبلم.
فهذه المشاكل تبعت هيا هون زي ما انتم شايفينها تروماتيك روماتيك ديجنراتيف. هذول حطيتهم بولد لانه هذول اللي راح نناقشهم يعني مش بقوه لكن راح نناقشهم. انفكشن وتيومرز كونجنتال ما راح نناقشهم، في بعضهم راح تناقشوهم مع دكتور عادل وبعضهم مش مطلوبين منكم. هلا بدي تايبز اوف جوينتس، انا قلت لكم اياهم فايبرس وكارتيجنس وساينوفيال. يعطيني كل واحد فيكم مثلا وعد، يعطيني غير السوتشر مثال ثاني غير اللي انا قلته بالفايبرس جوينت. السوتشر مثلا التيث والسوكت تبعها، السوكت تاع التيث، بس عشان احكي لكم مع انه هو مش للعظام يعني هو اصلا بس هذا بنعتبره فايبرس، مع انه السن مش عظمه لكنها قريبه من العظم لانه فيها كالسيوم وفيها ستراكشر، يعني فيها ستراكشر بدون الكالسيوم وفيها بعدين كالسيوم زي العظم. العظم بيكون زي كيف الكارتليج، بعدين لما تحط عليه كالسيفيكيشن كالسيوم بالماتريكس بصير عظم، وهكذا بالنسبه للسن. فهون اعتبروا انه جذر السن هذا جوينت، اعتبروها جوينت لانها ما بين السن اللي هو زي العظم وما بين العظم. اونلي ليجمنت بيكون، ايوه. فهذا هذا مثال على الفايبرس. وكمان في مثال لنا بالعظام اللي هو هون وبالليج. ايش شو في هون؟ راديو ألنر وهناك التبيو فيبيولار. يعني ايش؟ بين عظمتين وعظمتين، بين العظمتين اللي بالفور ارم والعظمتين اللي بالليج في عندنا فايبرس تيشو انيولار ليجمنت. انيولار ليجمنت غير الانيولار ليجمنت، هاي بس thickening of the اللي بنحكي عنه thickening of the membrane، يعني هي زي دويره thickening، يعني هي نعتبرهاش مش هي اللي بنقول عنها انها fibrous joint. طيب الفايبرس joint اللي هو inter osseous membrane ما بين التو bones، ما هو اسمه inter يعني ما بين، osseous يعني عظمتين او العظم، ما بين العظم يعني ما بين الريدس والألنا، ما بين التبيا والفيبيلا. طيب دكتور الإليوساكرال جوينت تعتبر شو رأيك؟ أنا هاي قلت لكم إياها شوي. هادي شو أنا قلت اليوم عن المريض اللي جاني أبو اللي هيك اللي بعمل هيك يعني لو إيه صار عنده ساكرو إلياتس، مش هيك؟ ساكرو إلياتس. ساكرو إلياتس يعني inflammation because of movement صارت، وصار inflammation. مين الجوينتس اللي بصير فيهم inflammation؟ synovial لأنه فيها synovial membrane، عشان هيك بصير inflammation يعني synovitis. عرفت؟ بالكارتيجنس وبالفايبرس ما في synovial، فما بصير عندنا inflammatory process زي synovial joints، وبرضو ما في حركة هناك عشان يصير mechanical inflammation. فالsynovial joints هدول synovial joints، هاي synovial joint، هاي synovial joint، هاي synovial joint، هاي شوف synovial joint اللي هي أتلانتو أكسيال أو الفاسيت joints. فاسيت joints برضو سموها synovial joints. فأي joint بصير فيها حركة بصير فيها inflammation. ليش؟ لأنه في عنا synovial membrane، هذا مع inflammation بصير أصلا لونه أحمر. يعني انت لو تشوف بالارثروسكوب لما تكون انفليمد الجوينت بيكون لون الساينوفيوم احمر كله، ايش ريد بلس قال ريد ستريكس اللي هم البلد فيسلز. طيب بيكونوا دايليتد، مش هيك الانفلاميشن بيكون عنده فاز دايليتيشن. طيب كارتليجينس، مين بده يعطيني مثال اخر؟ مثال اخر عن كارتليجينس غير اللي انا قلته تبع السيمفيز تيوبس. Intervertebral disc مثلا. Intervertebral disc very good. شوفوا بالسباين قلت لكم قبل شوي في عنا أتلانتو أنزل synovial، وقلت لكم facet joints برضو synovial، وبرضو في عنا cartilaginous. طيب cartilaginous اللي هم بين ال vertebral body وال vertebral body. Intervertebral disc. طيب هذا cartilaginous joint. وفي joint cartilaginous يعني هم غلبوا فيها هذول اللي حطوا تعريف articulation between two bones، قالوا لك طب يا ربي هذول الأطفال الصغار اللي في عندهم الفايسز أو هي اسمها طبعا فيسز أصلا مش بس مش فيسز
احنا بنحكيها فايسز تجنبا للخطا انه واحد يحكيها فيسز, وبعدين تجنبا لانه واحد يسمعها انها انه احنا بنحكي فيسز خلال ما احنا بنحكي عن الكارتليج اللي هو ايش قصدنا عنه الجروس بليت اللي الفايسز. احنا بنحكي ايبيفيسز ميتافيسز دايافيسز, بس لما نيجي على الفيسز بنحكيها فايسز. طيب فالفايسز هاي الجروس بليت هاي كارتليج, وفوقيها في الايبيفيسز ميتافيسز, وتحتيها في الميتافيسز. طيب شو نعتبرها هاي؟ نعتبرها جوينت كارتليج. قالوا لك يا الله هي مش جوينت عن جد, يعني هي تمبوراري وبكره بتصير تتكلس وبتبطل جوينت. يعني انا بصراحه مش مقتنع بهذا التعريف, بس هذا موجود بالكتب, يعني احنا مش راح كثير نشد عليه يعني. بس هو اعتبروه انه تمبوراري كارتليجنس جوينت لحد ما يصير من بيوبرتي ويصير في عندنا كالسيفيكيشن اوف ذا فايسز. هذول هم الساينوفيال. هلا الساينوفيال في امثله كثير, فاحنا ما راح نحكي الامثله لانه اول بدنا نعطي سب كلاسيفيكيشن. السب كلاسيفيكيشن على حسب الشكل الجوينت الساينوفيال جوينت هاي, وشكلها بيحدد لنا حركتها. يعني الشكل هو اللي بحدد لها. يعني مثلا بونان سوكيت شو من اسمها, كره وبتتحرك جوا كاسه مقعرة هيك. فشو بدها تتحرك؟ تتحرك روتيشن, تتحرك ادكشن ابدكشن, تتحرك فليكشن اكستنشن, صح؟ اذا تحرك الست حركات وبتتحرك حركة هي مجموع الحركات اللي بسموها سيركمدكشن. يعني زي هيك هاي سيركمدكشن, لان فيها روتيشن وفيها ابدكشن وفيها فليكشن وفيها ادكشن. هاي سيركمدكشن اللي هي مجموع الست حركات للحركة السائلة. طيب الساينوفيال زي ما قلنا على حسب الشكل, وقلنا أول واحد البولان ساكت. بدي أحكيهم أنا من البولان ساكت, أنا عادة بحكيهم من السمول جوينتس وبعدين بروح على البولان ساكت والهذا, بس عشان الكلام الأكثر بنحكى بالبولان ساكت والهنج جوينت, فمن نخلصهم بسرعة عشان نخلص اليوم أسرع. البولان ساكت جوينت موجودة وين يا ناهد؟ ما سألتك اليوم بالشولدر والهب. شو ملاحظة انهم بالنسبة للجيردل اللي هو الشولدر جيردل والبلفيك جيردل. الجيردل يعني حزام الكتف وحزام الحوض. ايش بتلاحظي انهم وين موجودين بالنسبة للأبر لم وبالنسبة لللور لم؟ يعني وين ديستال بروكسيمال, وين بوسط؟ بروكسيمال. يعني اول بوينت كبيرة موجودة بالشولدر جيردل. هم طبعا هي هاي وبالأبر لمب, يعني بالنسبة للأبر لمب. وأول جوينت مهمة بالنسبة لللور لمب اللي هي الهيب. طيب ليش هاي فيهم حركة كثير؟ طيب ليش؟ طب منيجي أنا بحكي لكم ليش, أو بس أو بدي ألمح لكم ليش. جوينت اللي بعديها إيش اسمها هنا في الأبر لمب؟ هند جوينت. طب بني ثاني جوينت بعد برضو هند جوينت. يعني شو هالصدفة الغريبة اللي فيها بولان سوكت بعدين هند جوينت؟ ليش حد بتوقع يعني هيك يصفن بالسقف ويتوقع لي ليش؟ يعني هسا الكتف بتحرك حركات كثير والقلب بتحرك بينظم هالحركة شوية. لأنها ويت بيرينج. يعني طب هاي مش ويت بيرينج, إذا أنا مش حاطط إيدي على الكرسي ما بتكون ويت بيرينج. يعني اليوز إلها أكتر فبدها رينج أوف موشن يكون إلها كبير. أنت بتجاوب على سؤال ثاني اللي هو ليه الشولدر جوينت بالنسبة للهيب جوينت؟ بدنا نقارن الشولدر والهيب, مين أكثر موفمنت ومين أكثر استابيليتي؟ الأكثر موفمنت مين؟ الشولدر. موفمنت يعني الاكستنشن, شوفوا لوين بتوصل الاكستنشن اوف ذا هيب, يا دوب 5 درجات الى 10 درجات. طيب فاذا الشولدر اكثر, لكن مين الستيبل اكثر؟ الهيب الستيبل. ليش؟ لانه البون تاع الاستابيلا عميق, ديب سوكت. اما الشولدر شالو يا دوب اللابرم بزوده شويه,
اللابرم اللي هو كارتليج يعني هو فايبرو كارتليج بيزوده شوي لكنه بظله شلو. اذا انا هون مش ستيبل كثير، انا ما بدي الاستابيليتي كثير لانها مش دائما ويت بيرنج زون، قليل بيكون ويت بيرنج لما اروح احط وزني عليها. اذا انا هون بدي الحركه اكثر من الاستابيليتي، لكن الهيب بدي الاستابيليتي اهم من الحركه عشان انا بمشي عليها. اذا انها مش ستيبل كان بصير اوقع كل شوي. شو بسموها اوقع كل شوي؟ شو بسموا السيمتوم هاي؟ giving away very good يا فادي. giving away مش away way giving away very good يعني تذهب بعيدا. giving away يعني تذهب بعيدا يعني تفلك منه تخونه وهكذا. طيب انا سؤالي ليش الترتيب انه ليش مش الشولدر جوينت هند جوينت وبعدين الكوع يصير يلفلف في اللفه كلها؟ انا بقول لكم لو تلاحظوا لو انا هسه انا شو المهم عندي للهب والني؟ المهم عندي احرك الفوت صح، اني اوصل بالفوت لمكان اخر عشان الخطوات. وشو اهم شيء عندي بالابر لمب بالشولدر والالبو؟ اني اوصل ايدي لابعد مكان او للمكان اللي انا بدي اياه. الماوس هنا ما فيش داعي اني انا اروح اعمل هيك صح، بعمل فليكشن اقل وبعمل وبثني الكوع اقل او اكثر على حسب يعني. اذا بدي اياه اشيل القلم البعيد عني هذاك، لا ايوه هذا القلم كان بعيد عني اضطريت اني امد الكوع. اذا انا في عندي شيء اسمه جروس موتور موفمنت وفاين موتور. زي اذا بتتذكروا انتم يمكن ما لحقتوها الراديوهات القديمه، اذا والد حد فيكم او جده عنده راديو من الراديوهات القديمه في تو نوبس، واحده كبيره هيك دفشه والثانيه صغيره بتلف. هاي الكبيره بتودي المؤشر هيك بسرعه بسرعه بسرعه، الصغيره بطيئه بطيئه بطيئه. اذا هاي جروس موتور وهاي فاين موتور. الجروس موتور الكورس موفمنت اللي هي الهيب والشولدر اللي هي بول اند سوكت. طيب بدنا مجال واسع للحركه وبعدين يعني بتعمل فليكشن كثير وتعمل اكستنشن وتعمل ابدكشن وادكشن وروتيشن بحيث انه شوفوا الايد بتروح بتتحرك معها مع الشولدر. وبرضه بدي الالبو يكون فاين موتور، ايش نحكي منظم فاين بسيط. كيف يعني؟ انا بدي شغله مش هون هون بروح بعمل شويه فليكشن، بدي اياه هناك بعمل اكستنشن، لكن الشولدر ظله زي ما هو. شفتوا كيف ظله زي ما هو؟ اذا انا بنفس بمجموع الحركات تاعت الشولدر مع الالبو او تاعت الهيب تبعت اند ذني مجموعهم انا بوصل لكل النقاط في جلوب يعني كره واسعه حوالين كل لم، وهذا بفيدني بحركه الطرف البعيد اللي هو الهان اللي قلنا عنها سبب الحضاره هي واللسان والعقل. فهذه لولا انه الهان كانت توصل لإشي بعيد كان ما قدروا الاسلاف مثلا يتسلقوا الجبال عشان يوصل إشي. طيب هاي كان هذا ساهمت بالحضاره. كيف عملوا البترة؟ كيف عملوا الخزنه؟ كانوا يدقوا. طب ها لو ما كانوش يعرفوا يوصلوا ايديهم هيك ويدقوا كيف بدهم شو اسمه يعملوا هاي الحضاره هاي؟ فهذه مجموع حركات البروكسيمال اللي لازم يكون فيها مور موفمنت، والمور ديستال او اللي هي مش يعني المور ديستال عن البروكسيمال اللي هي الالبو او النية، هذول بيعملوا ايش؟ تنظيم فقط فليكشن اكستنشن. هاي اند فليكشن اكستنشن بس، لا تعمل روتيشن. الروتيشن هاي مش عمل الالبو، هذه عمل تحت الالبو بسموها راديو المر جون. راديو المر هاي راديو المر، اما هذه الالبو اللي هي حكينا عنها الهيد اوف فيمر. الهيد اوف فيمر لما يلف جوا الانيورال ليجمنت اللي حكيت عنها زميلي، هاي اللي بتعمل السوبينيشن برونيشن. طيب اذا احنا كل هاي الشولدر والالبو في خدمه الهام، والهيب والني في خدمه القدم في خدمه الفوت. ليش؟ عشان الفوت
تنتقل مكان إلى آخر. يسهل علينا المشي والركض والترحال كل هذا بفضل هذول التو جوينتس. يعني هم مش يعني انت عمرك انت مثلا مسكت حاجه بالكتف، يعني يمكن مسكت لما تكون ماسك اشياء كثير بايديك ممكن تعمل هيك تحط ملف بين بكتفك، يعني وظيفه هي الاصل مش إلها بس هيك اجت بالماشي. لكن المسك الاصل بيكون بايدك، يعني مش معقول تكون ايديك فاضيه وتروح تمسك الملف هيك وايديك فاضيه، انت ما بتمسك هيك الا انه بدك إشي زياده يعني. طيب هذا بالنسبه للجوينت. طيب المثال على البولن سوكت، هاي بدنا نحطها لحد البولن سوكت الشولدر والهيب. احكيوا له مثال الشولدر شو ممكن يصير فيه. حكت زميلتنا بالتروما، تروماتيك ديسلوكيشن، ديسلوكيشن شو هو الديسلوكيشن الكومون بالشولدر؟ Anterior. Anterior. Very good. لكن بال 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 هيك بال 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 لما انا اضرب ديستال هنا وين اللي هاي وين بتروح؟ بروكسيمال وين؟ انتيرير، لانه هاي راح بوستيرير، هاي راح تروح انتيرير العزوم، عزوم انت ضربت واحد ايش هيك بده هذا الجهه الثانيه بدها تروح للجهه المقابله. طيب اذا انا ضربت هاي بوستيرير راحت انتيرير صح؟ اذا هاي انتيرير ديسلوكيشن. الشولدر الموست كومون ميكانيزم انجري اللي هو تبع البوستير ديسلوكيشن انه واحد يكون قاعد في السياره و رجله يعني ركبته تخبط بالداشبورد تاع السياره اللي هو التابلو تاع السياره. بس اشغل المكيف لانه رجعت. طيب شو اللي حكينا داشبورد انجري بتضرب الني، يعني نفترض طلع هاي الني هاي الداشبورد ضربها ضرب الني راحت الونج القوه راحت الونج ذا فيمر بتوصل لحد الهيد اوف فيمر. لما توصل لحد الهيد اوف فيمر ايش بتخبطها لورا بتكسر معاها الاستابيوم هي هون هاي هيدو فيما وهاي هذه انتيريرلي هيك بتكون الهيدو فيما وهذا الاستابيلا. هلا المريض او الانسان بيكون يعني هذا غالبا بيكون شاب بسرع بالسياره عشان بدها هاي انرجي تروما بكون عامل فليكشن بالني. طيب بخبط الداشبورد تاع السياره شوي صغير هيك راحت القوه ثرو ذا فيمر لحد الهيد اوف فيمر وراحت طاخ ضربت ايش البوستيرير وول اوف ذا استابيلا تكسر البوستيرير وول اوف ذا استابيلا. طيب بس بدك طاقه كبيره عشان هيك بتيجي بالهاي انرجي تروما لحوادث السيارات بصيروا ديسلوكيشن. هذا اكثر شيء. اذا عرفنا كيف الميكانيزم انجري لما تخبط البوستيرير وول وتكسره بصير اذا كان الكسر اكثر من 25% من سطح الاستابيلا بصير انستابل، يعني حتى لو انت رجعته برد يخلع، لو رجعته برد يخلع. فهذا لازم انك انت تكون مخبر المريض انت بحاجه الى عمليه مش بس لترجيع المفصل لمحله، لا احنا ممكن نرجع المفصل لمحله لكن برد يخلع. فاحنا بدنا نثبته بمحله بانه نثبت العظم اللي انكسر اللي هو مساهم بالانستابيليتي. وهذا الشيء اذا بنعمل عندك في نفس المستشفى لازم تعملها بعمليه واحده، لكن اذا ما بنعمل عندك بنفس المستشفى بدك كيف بدي انا اخلي الطرف مخلوع؟ ما بصير اخلي الطرف مخلوع. فطب كيف ما انت بتقول يا دكتور انه كل ما ارجعه بخلع؟ اذا انا بدي اثبته بالوضع الريديوست، ريديوست يعني في محله.
كيف بثبته؟ بحط ايش اسمه سكيليتال تراكشن. احنا شفنا سكين تراكشن في المستشفى هذيك مره. سكيليتال بنحط سيخ بداخل العظم بالفيمر من هون وبيطلع من هون. وهون بنحط ايش من برا الجسم، بنحط حدوه فرس معدنيه وعليها بنثبت الاحبال اللي عليها الوزن. بهاي الطريقه احنا رجعنا ديسلوكيشن وحافظنا عليه ريديوزد، وبعدين بنحوله على مستشفى اخر وهو ريديوزد. لان اذا ما خليناه ريديوز شو بده يصير بالمستقبل؟ اول شيء قريب، المستقبل القريب ثم البعيد. يا زين المستقبل القريب افاسكولار نيكروسيس، فيري جود. هذا بالمستقبل القريب، وبالبعيد لما الافاسكولار نيكروسيس المريض عنده افاسكولار نيكروسيس وبيمشي على بده ينطعج ايش بصير؟ ريفراكتشر. ايش بصير؟ شو بصير يا زين؟ ارثرايتس. بصير ارثرايتس. بصير بوست روماتيك ارثرايتس. علوا صوتكم لما تجاوبوا، انا سمعي مش كثير قوي. بوست روماتيك ارثرايتس. تفضلي وعد. بس ناهد بدك تسال سؤال كثير. انا بدي اسال سؤال. طب اكتبي لي على الهاي لما بدك تسالي سؤال. دكتور بس سؤال. ايدهم ما بعرف كيف بيعملوها. انا بس يعني تمام دكتور. في بس اخذنا محاضره النيه مع دكتور صداح، كان في بالداشبورد انجري انه بيجي معها بوستيريو لاترال كورنر، بس انا مش قادره افهم ممكن. شو يعني اصلا؟ هذا بحكي لك. لا ما هو على حسب كيف كانت وضع الركبه في الداشبورد انجري. صح، ممكن يصير على حسب قديش القوه اللي اجت، كيف كان وضع النيه. يعني هل كانت مثلا النيه هيك جاي ولا النيه هيك جاي؟ طيب، لانه النيه فيها شويه روتيشن، عشان هيك بنسميها موديفايد هين جوينت. موديفايد هين جوينت يعني مش زي الالبو هين جوينت، هاي بسمها موديفايد. ذاكرين لما قلت لكم على البوبليتس لما يسحب اللاترال منيسكس وبعمل شويه روتيشن تقفيله اللي اللوكينج النورمال لوكينج على 90 درجه. طيب، وحكينا الاب نورمال لوكينج اللي هو الباثولوجيكال لوكينج على 20 درجه. ايش 20 درجه فليكس. فهذا على حسب وضعيتها وحسب القوة ممكن يصير عندنا other injuries. زي مثلا يعني هسه بدي أحكي لك الفوش injury. فوش injury falling on outstretched hand. لو ناخذ falling if on outstretched s hand h يصير اسم فوش، يسمون فوش injuries. هاي الفوش injuries ممكن تصير تعملنا فراكشر بالميتاكاربال، ممكن تعملنا فراكشر سكافويد، ممكن تعملنا فراكشر راديوس، ممكن تعملنا فراكشر هيومرس، ممكن تعملنا فراكشر كلافيكل. طب يا دكتور انت بدك تغلبنا معك، كيف بدها تصير فراكشر هاي؟ طب ليش ما صاروا كلهم مع بعض؟ لا، حسب والله وضعيه الايد كانت النا ديفيشن، كانت ريتال ديفيشن، كلهم فولينج اون اوسترجدان، كانت سيمي فليكس ولا اكستندد على الاخر ولا هيك وقع، على حسب وين كيف صارت الوقعه تيجي القوه. مثل انتم بتعرفوا كيف القوه بتيجي، زي ما قلت لكم عن داشبورد انجري لما تكون قوه عاليه ثرو ذا ني، ما هي ممكن تكسر الباتيلا، ما قلناش على الباتيلا. اذا الداشبورد انجري ممكن تكسر اشياء كثير او تمزق اشياء ثانيه، لهذا راح اجاوبك عليها. فانا بس بجيب لكم امثله انه نفس الميكانيزم انجري ممكن تسبب اكثر من مشكله على حسب وضعيه الليمب اثناءها اثناء الانجري هاي، وعلى حسب القوه اللي اجتها. لانه وضعيه الليمب اثناءها لما ترسموا الفيكتورز المتجهات بتعرفوا وين راح يروح المتجه القوه. بده يروح على جهه السكافولد بكسرها، بروح على جهه الراديوس بكسرها، بروح على جهه اليومرس بكسرها. فاذا على حسب هسه في هذه الداشبورد انجري اللي بتكونش قويه جدا لدرجه انه تخلع المفصل او تكسر الفيمر او تكسر النيكو فيمر او سبتروكانتريك، لكنها كان في شويه روتيشن في الني لما كنت انت حاطط رجلك بالسياره، هنا بدك تشوف كيف راحت القوه. القوه راحت على السوفت تيشو، هي راحت شويه على البون لكن ما سببت شيء بالبون، لكن راحت على السوفت تيشو، لفت على السوفت تيشو، بتروح على البوسترو لاترال كورنر اوف ذا ني. يعني وين؟ يعني هون هذه الفيبيلا راح تكون على هاي الجهه
هون هاي الفيبيولا هون شايفين بالورا هذه قدام تبيل تبرستي هذه قدام وهيك هون بصروا لاترال هاي اللاترال ليش حكيت عنها لاترال طلعوا على التروكانتر مش على جهة الفيمر على التروكانتر هاي بصروا لاترال لما تتركز القوة هون بتمزق الكبسول وبعض الليجمنت هناك في البصر لاترال كورنر وهذه بتعمل انستابيليتي عند حركة معينة هاي بسموها روتيشنال انستابيليتي روتيشنال انستابيليتي ليش؟ لأنه أصلاً القوة اللي إجت على المنطقة البصر لاترال كورنر كانت وني روتيتد سيمي روتيتد كانت روتيتد شوي ما كانت هيك كانت هيك وما إجت على المقدمة على طول إجت على الجنب هون فراحت القوة لفت على البصر لاترال كورنر فهذه أحد البوترولاتر كورنر انجريز هذول احد السوفت تيشو انجريز اللي بسموهم بيعملوا روتيشنال انستابيليتي اوف ذا نيه طيب ممكن حتى معاها يصير في عندك اي سي ال اذا هيك لكن ممكن تكون لحالها او بي سي ال بصير كروشيت ليجام على حسب كيف كان وضعيه الركبه اثناء لما اجت الداشبورد انجري ماشي اذا هسه عشان تفهموا انه يعني مش انه داشبورد انجري يعني معناها لازم يصير في عنده بصر لاتر كورنر مع هذه لا لا على حسب قديش القوه اجت وين راحت وكيف كان وضعيه الليمب عشان انا قلت لكم الفوش انجري ممكن تصيب اي بون بخلال ما هي طريقه لحد الكلافيكل ممكن الكلافيكل تنكسر طيب هلا حكينا احنا هيك على الشولدر ديسلوكيشن بشكل عام الميكانيزم انجري والشو الكومون تايب طب الانكومون تايب اذا حكينا الانتيرو ديسلوكيشن كومون تايب شو الانكومون تايب الاربعة بالمية بوستيرير بوستيرير وين يا ناهد البوستيرير بصير الشولدر اربعة بالمية يعني وين باي حالات بعرف بالشولدر حكينا السؤال انتيرير كيف بصير مش انتيرير بنحكي بوستيرير ديسلوكيشن يعني شو الميكانيزم انجري تبعته هذا كان الانتيرير ديسلوكيشن كان ابدكشن اكسترنال روتيشن اوف ذا شولدر دكتور انترنال روتيشن فورسفول انترنال روتيشن انترنال روتيشن ماشي طب شو الانترنال فورسفول انترنال روتيشن كيف بصير شو الانترنال روتيتر اوف ذا شولدر شو العضله اللي بتعمل انترنال روتيشن في واحده من العضلات ايش يا دكتوره؟ بكتوراليس بكتوراليس لا مش بكتوراليس بكتوراليس تيرس ماينر تيرس ميجر لا لا تيرس ماينر هي الجزء من الروتيتر كاف تيرس ميجر مش جزء من الروتيتر كاف هي واحده من الروتيتر من اسمها روتيتر من روتيشن اكثر شيء سوبر سباينس طب شو اكثر شيء انترنال روتيشن سبسكابولاريس هاي عضلة كبيرة بالنسبة للسمول اكسترنال روتيترز معناها لو يجيها تغذية عصبية الامبلسيف نيرف امبلسيف زيادة معناها راح تقوى اكثر وراح تشتغل اقوى منهم وراح تعمل انترنال روتيشن هيك وتلف الشولدر وتلفه بوستيرير وتعمل لي بوستيرير ديسلوكيشن متى بده يصير نيرف امبلسز زياده كهرباء زياده يلا كيف يعني الدكتور كهرباء زياده مش فاهمين كهرباء زياده اجت على العضله كيف العضله بتتحرك كيف الاكشن بتمشي بوصلها من السيال العصب النيورون شو بتشتغل طيب هذا اللي بقوله كيف بده يجي لسيال كيف بده يصير سيال عصبي نيرف امبلس انا قاعد بقول لك نفس السؤال كيف ممكن يجي نيرف امبلسز بقوة على المصل؟ من وين بدهم يجوا هذول نيرف امبلسز؟ ليش بدهم يجوا بقوة؟ لور نيورون انجري بتعمل مش كلاسيك انا بعرف عشان لور نيورون انجري لا بالعكس هي بتعمل باراليسز لور نيورون انجري بتعملش نيرف امبلسز زيادة الهاي موتور بيعمل هايبر ريفليكسيا اللو موتور انجري بيعمل اللو ريفلكسز الهاي موتور كلاسيك باراليسز بتكون لا اقل
دكتورة لا مش هذا الجواب. شو الجواب؟ الجواب بدي كهرباء زيادة. شو من وين تيجي كهرباء زيادة؟ يا من جوا يا من برا. من برا إيش الكهرباء الزيادة كيف تيجي؟ إذا مسكت كهرباء يعني إلكتريكيوشن بسموها إلكتريكيوشن إنجري. طيب فأي واحد صار معه إلكتريكيوشن وبعد ما صح بقول لك كتفي بوجعني لازم تفحصه كويس وتتوقع انه ممكن يكون عنده بصير ديسلوكيشن او بصير ديسلوكيشن اوف ذا شولدر. بدي اوريكم كيف البصير ديسلوكيشن اوف ذا شولدر بتكونش مبينه بصوره الاشعه العاديه. خلنا افتح بس اول شيء جوجل كروم. وهاي جوجل شولدر posterior shoulder dislocation. طيب أيوة ممتاز. خليني بس أحط لكم الشير new share. إيش شايفين هسا؟ شو شايفين؟ الكرام الكرام محاضرة ولا جوجل؟ لا لا الإكس راي. إكس راي. طيب ممتاز. آه. طلعوا لي على هاي الإكس راي. هاي ناس كبرت حطيت عجلة. طلعوا. هاي posterior dislocation. كيف عرفت؟ لأنه في ال blood tub sign إنه هيك اسمها. طيب هاي حكى لكم يا دكتور صلاح. و... مش مطلوب بس يعني إنه منكم الدكتور صلاح بس. كيف وين وريني اياه لاب ساين لايت لايت بوكس. الله شوي صغيره بس تعشيل هذول اللي بيجوا يقطعوا هاي اضغطونا المشاهده اضغط يا ريتني ما اشتركت بهاي الاي اس جول هذول تاعون الرياضه عنها اضغطونا المشاهده خلاص بديش اشوف يا لينا لا الله لا اله الا الله ها شو اسوي انا اضل المشاهدة هاي كل مباراة هنظر اللي يطلع لك ايه زهقوني خلاص اتفاق بين ريال مدريد كارتون بس نفتح من غير الكروم دكتور. طيب دكتور نزل الصورة وافتحها من الصور مش قليل شوية شوية زهقت. طيب هاي خلاص بطل هاي وين الساين هاي اللي بتحكي عنها دكتور مش موجودة بهاي الصورة مش موجودة بهاي الصورة عشان هيك بقول لك ما بصير انت دائما يعني عشان انت عارف ان انا بحكي عن بصير ديسلوكيشن تقول يعني مش موجودة هون ما فيش الا بس الوايدنينج بين الجرين هيمورال جون سبيس اللي ممكن تدلك وممكن ما تدلك يمكن انت ما تنتبه لها هاي شوف نفس الليفل تاع الجرينويد في الهدو هيمورس ممكن ما تعرفش الشخص وتنساها شوف هاي نفس الليفل ما ممكن ما تعرفش بس في وايدنينج طيب لكن شوفوا كيف لما تعمل لها اكسل فيو اطلع على الاكسل فيو طلع وين الجلينويد هون وين هاي طالع على ورا طيب يعني هي بتبين بالاكسل فيو مش بالاكسل بس الاكسل فيري بينفول كيف بدك تروح تعمل للمريض هيك هذا كان الله يرحمه الدكتور حسن يظل يطلب مني ما كان عندنا سي تي سكان في المستشفى الأميرة وسمة فكان يظل يطلب مني إلا تروح تعمل للمريض فيو الأكاديميك يعني فيو ندرسها بالكتب طب يا دكتور هذا المريض راح يموت تحت يدي هسه وأنا قاعد بعمل له إيه تخيل يقول إذا ما جبتها أنت بتطلع من الإقامة كل مرة يحكي لي نفس المكان أنا أروح وشو ما فيش عندهم أبرونات وأنا أدخل مع المريض على الأشعة انحرقت يعني خلص ما فيش فائدة يعني أكيد لوكيميا ولا الليمفوما ولا عندي ولا راح يصير عندي الله أعلم الله اللي بيستر فالمهم كنت أروح أعملهم هاي شو كان المريض بيتألم وأنا أصير أصيح عليه خلاص لا أشوف يا شوية وجع بروح مش زي هيك طب شو بروح والله لو أنا واحد أنا مخلوع كتفي وواحد يجي يصيح علي هيك ما بضربه بس المشكلة مش كان ما كانش يقدر يضربني أنا هذا اللي كان مقويني
بس شو بدي اسوي يعني؟ هذا الدكتور بيقول له بده هالصوره وشو بدي اسوي له؟ احنا لما تكونوا مقيمين تكونوا كالعبيد، اعرفوا هذا الكلام، لما بكره تصيروا مقيمين بدكم تضلكم ساكتين، ما بتقدرش تعمل شيء، هذا دكتورك وقاعد بتامر عليك، ما بتقدر تحكي له شيء. على كل هذا البوسيلو ديسليكيشن ذا شولدر بدي اوريكم صوره سي تي، سي تي سكان عشان تشوفوا كيف بتكون. سي تي سكان هاي طلعوا على السي تي سكان هذه بعد ما رجعوها، هاي ديسلوكيشن ذا شولدر بدي واحده انه بالسي تي سكان واضحه، هاي مثلا هاي كلهم نفس الصوره على فكره. هاي هذه بوسيلو ديسلوكيشن، طلع كيف الجوينت وين هذه سوري هاي الهيومرس هاي هون، وشوف الجلينويد كلها مخلوعه خلع كامل بوستيرير، يعني اتجاه هاي الصوره على فكره رغم انهم بنفس الاتجاه نفس سوري ليفل الهيد اوف هيومرس، بس احنا شايفين الاتجاه تاع الارتيكولار سيرفيس رايح بوستيرير واضح هون رايح بوستيرير، لانه هون احنا ما بصير نشوف التو تيوبرستز مع بعض، فاذا شايفين التو تيوبرستز مع بعض هذول معناها هذه احنا شايفينها زي من الخلف، يعني شايفين الهيومرس من الخلف، ف انتم لما تشوفوا النورمال هاي هسه نكتب نور اطلع على هاي هسه احفظوها كيف شوفوا كيف هذا التيوبرستي وشوفوا هذا التيوبرستي. هلا بدنا نجيب لكم واحده نورمال اكس راي، نورمال شولدر اكس راي. نورمال شولدر اكس راي. طلع. شوفوا كيف؟ هون ما بتبين اثنين، يعني مش مبينين اثنين التيبرستيز اثنين الليسر، مبين واحد الجريتر تيبرستي. الليسر تيبرستي ما ببين عندي. هيك الاصل. هاي هون. هذه الجريتر تيبرستي، الليسر تيبرستي ما ببين. الليسر تيبرستي بيكون خلف. فإذا احنا شفناه معناها إذا شفناهم الاثنين معناها احنا هاي لافة اللي هيد اوف هيومرس. على كل هي بشكل يعني مش كل الدكاترة العظام ممكن يطلعوها، يمكن واحد ما عنده خبرة ما يطلعها، يمكن أنت تكون مقيم وما تعرف تطلعها، لكن أنا اللي بقول لكم إياه بدي يكون عندكم هاي إندكس سسبشن. لما مريض عنده الكتروكيوشن يصحى على حاله افحصوا لكتافه في وجع، اذا قال لك في وجع كثير بالكتف الشمال مثلا صوروا سي تي سكان، السي تي سكان ببينها 100% بدون ما يتوجع المريض. السي تي سكان المريض بيكون وهو زي ما هو هيك بدخل على السي تي ما بتوجع، لكن بالاكسل فيو انت بدك تعمل له هاي الحركه، بدك تعمل له ابدكشن وهذا فيري بينفول وممكن يكسر له النيك اوف هيومرس، لانه بكون الهيد اوف هيومرس ما بكون اجينست يعني بالمكان الصحيح تبعه، فما بيقدر يعمل ابدكشن. وبعدين المسل سباز بكون سيفير مسل سباز، فهذا ممكن يصير عنده نيروجينيك شوك المريض. المهم بدي يكون عندكم هاي اندكس سسبشن. ايش الكهرباء الثانيه اللي ممكن تيجي اذا كانت من برا؟ الكتروكيوشن. اذا من جوا وين بتصير كهرباء كثير؟ ممكن سيجر. سيجر فيري جود يا فادي. سيجر اللي هي جراند مال سيجر او جراند مال ايبيليبسي جراند مال فيتس، هذول برضه نفس الشيء ممكن يصير معاهم سيفير انترنال روتيشن. ليش؟ لانه الفايرنج اوف ذا سبسكابولاريس مسل is more than السنة روتيتر اللي هي سوبرا سبينيتس. ليش؟ لأنه هذيك فيها فايبرز كثير وهذيك صغيرة هالقد ما بوصلهاش نيرفز كثير، هذيك بوصلها نيرفز كثير فبصير لها more nerve firing. ممتازين. أنا اللي جاوبت، أنتم ممتازين؟ والله أنا ممتاز. طيب هذا هسه مسجلة هسه بتظهر بعدين يصير يقول أنا ممتاز وبروح تطلعوها بيقولوا هذا البحتري. البحتري اللي كان يضل يقول احسنتوا كتاب الخليفه يحكي بيتين شعر، كل ما يحكي بيتين شعر يطلع على حواليه بعدين يحكي احسنتوا يعني يزقف لحاله. فانا احسنت وانتم احسنتم الي. نرجع على محاضرتنا خلص قبل أن نروح على محاضرتنا بس اكمل هالشغلتين. ما هي كلها من محاضرتنا يعني
الأخير. كنت أوريكم هالشغلة اللي شفتها هون صورة يمكن مش بالنورمال شولدر إكسري بالديسلوكيشن. أيوة الديسلوكيشن هون شفتها هون. أطلع على الثري دايمينشنال سي تي اطلعوا كيف بيكون بصير الديسلوكيشن. هذا اللي بقول لكم إياه. الهيد الأوف هيومرس اللي هو الارتيكولر سيرفيس اللي عليه الكارتج بيكون فيسينج بوستيريور لكن بيكون نفس الليفل تبع الجلينويد. انا ما بنحكي انه مقابل للجلينويد لا هو بيكون هيك لا هي طلع عليها هذا الهيد اوف هيومرس هذا الارتيكولر كارتج. هلا هون في الليسر تيبرستي صار مبين لو بدنا نطلع عليها من ورا والجريتر تيبرستي مبين فبنكون شايفينهم اثنين زي هون زي هاي هاي الصورة اللي قلت لكم عنها. هون الليسر تيبرستي وهون الجريتر تيبرستي الاثنين مبينة زي الزنين هاي زي الزنين هاي واحدة هون وواحدة هون. ف بكونوا لأنه بيكون لاف الهيد اوف هيومرس لاف لبوستيريور اتجاه بوستيريور. كنت أوريكم هالواحد هذا الزلم محترم جبناه بعشرين امتحان هاي هذا الزلم محترم كل ما ندور على صورة ديسلوكيشن بيطلع لنا أبو عوض هذا. وين راه أبو عوض؟ هاي هذا المحترم طلعوا لي على كتفه اليمين اللي هو هذا والشمال اللي هو هذا ومقابل إلى قاعد هذا شو شايفين؟ discrepancy between two limbs deformity صح؟ discrepancy يعني عدم تماثل وديفورميتي يعني زي الطبيعي الشولدر زي الطبيعي. مين اللي برايكم طبيعي اكثر؟ ليفت سايد طبيعي الليفت سايد صح لانه الدلتويد اطلع على الدلتويد هاي الدوران تاع الدلتويد مع الشولدر جوينت هما اصلا الدلتويد من فوق لتحت كيف فهذه سموث لكن هون شوفوا كيف صار زي زاويه قائمه هذا عظمه هاي عظمه طيب وهنا بكون لو كبرنا هاي الصورة بكون هذا الهيد أيوة الهيد بكون نازل لتحت لا 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 ما لناش نكبر الصورة راحت أصلا راحت أي شو بكون الهيد بكون نازل تحت فشو بكون بين الهيد والأكروميون أي 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 الصورة أي أي بكون في لا تنين كروك هيدا بروسيكار لا يعني بين الهيد وهذا بكون في زي جروف جروف هذا الجروف اللي هو مكان لازم يكون فيه الهيد المكان اللي لازم يكون فيه الهيد اللي هو بكون لازم مدور هون شايفين هون مدور هذا لازم يكون الهيد هون لكن هون بكون في جروف يعني ما في فولنس there is no fullness طيب هذه الانتيرير ديسلوكيشن هاي بالانتيرير ديسلوكيشن لانه الهيد بكون نازل لتحت هاي مش بالبصيرة ديسلوكيشن بالانتيرير ديسلوكيشن طيب المريض بيكون جايك بهاي الطريقة هيك هيك شوية ابدكشن وسيمي روتيشن وبيجي ماسك ايده ومش مخلي حدا يلمسه ما بده اي واحد يمسك ايده يعني يحركها لانه اي حركة بتهيج المسلز بتهيج النيرفز اللي حوالين المسلز وبتعمل سيفير مسل يعني هي عامله مسل سباز مسل سباز ممكن تعمل له النيوروجينيك شوك فالمريض بيكون يصيح صياح وجع شديد جدا جدا مين بيصلح له الديسلوكيشن مين بيعمل له الريدكشن انت بالطوارئ طبيب عام مين بيعمل له الريدكشن انت ايوه مش انا انت دكتور العام انت اللي موجود انا بكون نايم بالبيت ما بدي حد صحيني طيب انت اللي بتعملها بس طبعا لازم يكون عاملها من الاول كيف اللي بالطب يتعلم يا شباب ما في حد بنولد من بيت او يعني بيطلع من بيت اهله بنولد من بطن امه وهو جراح هذا كذب ما في شيء زي هيك الملكات موجوده لكن ممكن تتعلمها تتعلم هذه السكيلز المهارات هلا المهارات هاي بتتعلمها عشان تتعلم اي مهاره جراحيه او غير جراحيه لازم تشوفها بعينك وتشوفها بشكل افضل مره ثانيه وتشوفها بشكل افضل مره ثالثه بعدين تبدا انت تعملها بناء على الاشياء اللي انت شفتها ولازم يكون في سوبرفايزر فوق راسك يقول لك هيك صح وهيك غلط
وبعدين بصير يصلح لك الأخطاء، بعدين أنت بصير تعملها بدون أخطاء، بعدين لما هو يتطمن إنك أنت بتعملها 100% بدون أخطاء بقول لك أعملها لحالك. بعدين أنت بتعملها لحالك ما بتكون بالقدرة نفسها زي الدكتور اللي علمك إياها، بعدين شوي شوي بصير عندك الخبرة، بعدين بصير أنت فنان فيها. طيب هذا طريقة تعلم الأشياء. فما ما يجي واحد يضحك عليكم زي ما كانوا يضحكوا علي وأنا صغير بالإقامة، كنت أنا عمري صغير وهم كبار أكثر مني، هم بالأربعينات وأنا بالعشرينات، وكانوا أول ما جيت على الإقامة كان المفروض أني أنا أداوم معاهم، يعني أنا جونيور وهم سينيور عشان أتعلم منهم. هذول ما فيش يومين ثلاثة إلا رايحين عند رئيس القسم، كان دكتور الله يسهل عليه دكتور زياد خصاوي، كان يقول له دكتور محمد هذا ممتاز عبقري ختم العظام ما شاء الله ممتاز، وانا شو راسي هيك يكبر يكبر. اقول ليش انا قلت الكلام درجه انا يعني ذكي وعبقري؟ انا ما كنت عارف شو بدهم اياه، هم بدهم يخلوني اناوب لحالي، بدهم يعني اناوب لحالي عشان هم تقل مناوباتهم، لانه كان يناوب واحد بس بالقسم، لما كنت انا موجود معاهم ما كان يفرق معاهم انهم عدد مناوبات وانا اجي على مثلا 10 مناوبات من هاي المناوبات، فهم بدهم ياني اخذ 10 مناوبات لحالي عشان ابو الست مناوبات يصير عنده 3 وابو الثمانية يصير عنده 4 وانا اخذ 10 لحالي. فهذا طلع اللي بدهم اياه وضحكوا علي. صارت شو عمل؟ اكون انا قاعد في الطوارئ، يعني بالطوارئ كان يجون حالات طوارئ على القسم، يجون قاعد بالقسم بشوف حالات وكذا، بعدين تيجينا حال شولدر ديسلوكيشن، طبعا ما شفتش ولا حالة كيف يعملون اروح على الكتاب، ما كانش ايام في كمبيوترات ونت وما انترنت وهاي وجوجل وما جوجل، طيب اروح على الكتاب بصير اقرا لازم تعمل كذا كذا. انا طبعا اكون جاي للمريض هسه بنعطيك دواء بخدرك شوي وبعد شوي او بنحطك تحت المراقبة، مرات احطه تحت المراقبة ساعة قبل ما اقرا الموضوع كله، وبعدين اروح. طبعا هذا غلط، لان يمكن انا اكون تعلمت اشياء غلط، وهذا اللي بدي اياكم تعملوه انه ما ترضوا انه تتعلموا شغله من حالكم. هذا انا بقولها ليش؟ لان لما اقول انت مش معناها انه انا هسه راح اعلمك كيف تصلح الشولدر ديسلوكيشن، هاي بتتعلمها في خلال وجودك بالطوارئ، لازم تتعلم كيف الحركات هي سهله مش صعبه، يعني كيف تعمل المانوفر تبع الريدكشن اوف شولدر ديسلوكيشن، وبعدها انت اللي بتصير تعمله. لكن اذا انت ما بتعرف تعمله يا فادي، ما بتعرف تعمل هذا واجى مريض عليك وانت عمرك ما عملت ريدكشن وما بتعرف، يعني خايف تروح تكسر له اياها ومش عارف، ودورت على طبيب عظام بالمستشفى ما فيش ولا طبيب عظام بالمستشفى، وطلعت على جدول المناوبه لقيت الدكتور محمد اكرم عواد بالمناوبه اليوم، واتصلت به شو بدك تقول لي؟ يلا اول شيء مثلها، يلا قول لي شو بدك تقول لي؟ انه في بيشنت كان مد يعني هيز هولدينج هيز هاند وسيفير بين، ايوه ممكن اوصف لك التروما المعينه صارت معي بحيث انه ممكن نعمل اكس راي او الاخري والاكزامينيشن بالضبط، وانا تبدو انها شولدر ديسلوكيشن، راح صورته اشعه وطلع في عنده دكتور هاي صوره الاشعه انتيرير شولدر اكس راي هاي، وهاي يا دكتور صوت الاشعه طلعت عليها انا ايه هاي طالعه والله صح كلامه، او هاي الجلينويد وهذه بعيده عن الجلينويد ونازله تحت، هاي انتير ديسلوكيشن معناها مش بالليفل زي بوسير ديسلوكيشن، وبعدين واضحه على حسب ما شرح لي اياها. طيب يا دكتور فادي صح كلامك، هاي انتير ديسلوكيشن ذا شولدر، يلا عملها ريدكشن شو بتقول لي؟ لك ما اعرفش، ما بعرفش دكتور، ما لو تيجي حضرتك تعلمني كيف اعملها عشان اصير المرات الجاي اعملها. فانا اجي اقول لك يا زلمه، طب بدي اسالك يا فادي، انت متاكد اني انا اللي مناوب اليوم؟ هذا هيك بتعرف انه الدكتور هذا قاعد بيتهرب، لما هو مش عارف مناوبته، مش عارف انه هو مناوب، معناه هذا قاعد بيتهرب، لا هو عارف مناوبته بس هو شكله بعيد، يعني الاصل اللي مناوب يكون قريب في نفس المدينه عشان يجي خلال نص ساعه. احنا في كل الاردن عندنا الحاله الطارئه
لانه الدكتور مش موجود في الطوارئ انه بنعطيه نص ساعه انه بداخل المدينه بوصل خلال نص ساعه. فانا جيت قلت لك والله دكتور فادي انا موجود بالعقبه طيب يعني اذا لقيت لك حدا من العظام علمك اياها ورجعها او انت روح اقرا عنها ورجعها ما بصير. انت يعني اول ما انا اقول لك بالعقبه اعرف انه انا مش لازم انا اجي لانه اذا بدك تركن علي انا يعني كم بدا من العقبه لهون عمري مرت على هيك 4-5 ساعات 4-5 ساعات. طب هذا بصير اذا المريض له ساعه وانت 4-5 ساعات يعني انت قاعد بتزيد نسبه الليفاسكولار نكروسيس. هذا لا ترضى فيه ابدا ابدا ابدا. انت شو بتحكي لي دكتور؟ يعطيك العافيه استمتع باجازتك وانا هسه بحاول ادبر حالي. بتروح بتحكي مع الدكتور عادل. طبعا الدكتور عادل راح يصير يمزع شعره يا دكتور فادي انا مش مناوب ليش تحكي معي انا ما كان لازم ارد عليك ومش هيك راح يحكي لك لانه حقه. ليش هو مش مناوب وكمان تحكي معه تليفون بالويكند شو بدك تحكي له؟ صحيح دكتور حضرتك مش مناوب وانا عارف هذا الكلام بس الدكتور محمد اكرم مناوب وموجود هسه بالعقبه للاسف وانا يعني كتبت بالنوت انه اتصلت بالدكتور محمد اكرم بس انا ما بعرف اعملها يعني احنا بدنا هسه حل المريض فممكن حضرتك تيجي الله يعينك وتعلمني اياها وان شاء الله المرات الجاي انا بصير اعملها. شوف كيف انت حليتها. طبعا الدكتور عادل ما بيقدر يقول لانه هسه صار هو تحت المسؤوليه لانه الدكتور محمد اكرم راح يتحمل المسؤوليه لانه هو اكبر غلط كان عليه ما بصير يطلع من مناوبته من المدينه اللي هو فيها. الدكتور عادل هسه انت تخبرت واذا انت موجود بإربد معناه لازم تيجي لانه انت المتوافر. اذا ما اجيت بتصير خطا عليك حتى لو انت مش مناوب لانك تخبرت. فشفتوا كيف انا قاعد بحاول اعلمكم مش بس الاشياء الطبيه والقانونيه اللي مع الطب الإثكس تاعت الطب والقانون عشان تتعلموا لانه هذا اللي راح تواجهوه بكره لما تروحوا على الطوارئ وتتفاجئوا بعالم جديد انه انتوا دخلتوا في عالم فيه قانون هسه وانت ممكن تتحمل مسؤوليه اذا انه انت مش عارف القانون. فانت لازم ما تغطي على حدا لكن يعني انت ما عادي تحكي له يعطيك العافيه شكرا لك دكتور بس والله حضرتك مناوب كان يعني المفروض انه تكون منتبه على المناوبه خلص يعني انت ما حكيت لي شيء غلط وما يعني صيحت علي ولا انا صيحت عليك وخلص انتهى الموضوع. فانا بسكت يعني شو بدي احكي انا غلطان وكمان احكي اذا صيحت انت بتكتب كمان مش بس انه انا اتصلت بي وحكى لي انا في العقبه تكتب وصيح علي فحقك. المهم فاذا انت اللي بترجعها اذا كنت تعرف اذا ما كنت تعرف بدك تجيب حدا يعلمك كيف ترجعها. هلا الشولدر ديسلوكيشن اسهل لانه المسلز حكينا احنا هي المين ستابيلايزر وليس الشكل البون يعني مش الدبث اوف ذا جلينويد هو المتحكم لا المسلز والليجمنتس فهذه سهل انك انت تحركها. اما بالهب في عندك بيج مسلز اولا هذا اذا بدنا نحكي عن المسلز لكن المشكله عندنا هون مش هيك المشكله عندنا ديب استابيلا عندنا البوني كونفيجريشن هو المين ستابيلايزر فهذا المريض لازم يعمله بالعمليات عشان يكون ماخذ مصير ريلاكسنت وديب انستيزيا. طيب عشان لما تيجي تحرك تقدر تحرك ما عضلات المريض تقاومك لانه اذا قاومتك ما راح تقدر ترجعها وراح يصير مصل سبازم. بالنسبه للشولدر ديسلوكيشن مش جنرال انستيزيا بتعملوها اندر كونشس سيديشن. كونشس سيديشن بيكون في طبيب تخدير معاكم انتوا بتصيروا بتحطوا للمريض الاوكسيميتر لانه انت ممكن مع الفاليوم والبيتيدين يصير عنده ريسبيرتوري ديبريشن. طيب فاذا خف نفسه بتشوف الاكسجين ساتوريشن قاعد بقل بصير انت تحكي مع المريض حاول تنبهه يضله صاحي ها يا محمد اصحى يا محمد ايوه خذ نفس عميق لا هذا مش عميق خذ نفس اعمق وهكذا. طيب صير تنبه المريض عشان ياخذ نفس عميق عشان ما يصير عنده لانه اذا نزل اكثر واكثر لازم يكون انت محضر الانكيوبيشن سيت عشان هيك بنقول لك لازم يكون طبيب تخدير جنبك عشان يحط انكيوبيشن ويعمل له اوكسجينيشن. ماشي يا شباب. هلا هذا بالنسبه لكيف نعالجهم. طيب متى بنعالجه؟ as soon as possible. هذا هو الست ساعات اللي قلنا لكم عنها هذيك بتاعت الفاسكولار نيكروسيس هذيك عباره عن انت شو تحكي للاهل انه تاخرتوا شوي ولا ما تاخرتوش بس هذا اللي ما تاخرش واللي تاخر ما بنقول له انه انت ما راح يصير معك ولا انه راح يصير معك. احنا بنقول له
في إمكانية كبيرة إنه يصير معاك الفاسكولار كوزز. وهذا اللي إجا مبكر بنقول له الحمد لله إنك جيت مبكر، يعني أنت خففت الإمكانية تبعت الفاسكولار كوزز، لكن هي ما راحت 100%، بس اطمن إن شاء الله إحنا بنطمن عليها خلال الشهر القادم، يعني نصوروا أشعة ثانية ونتأكد، لكن غالبا ما بصير. هيك شوف يعني لا هذا حكيت له ما راح تصير عندك، ولا هذا قلت له راح تصير عندك، لأنه يمكن هذا ما تصير عنده اللي تأخر، واللي ما تأخر تصير عنده. شفتوا كيف؟ فأنت بدك تكون متوازن، تطمن دائما، بتطمن المريض، لكن يعني إذا حتى ما بدك تطمنه بتعطيه شوية أمل، يعني بتعطيه شوية أمل. ماشي؟ كيف من ثبتهم بعدها؟ زمان على أيامي لما كنت أنا مقيم وطالب كان يحكوا لنا 6 أسابيع تثبتها بمحلها، وكنا نعملهم 6 أسابيع نثبتهم. شو مشكلة كان يصير معاهم للمرضى هذول؟ يصير عندهم ستيفنس بعد 6 أسابيع، صح يطيب هذا بس يصير ستيفنس، يصير بده علاج طبيعي ويطول، يقول له 2-3 شهور علاج طبيعي عبين ما يرجع يحركها. شوف قديش طولت معه. هسه بطلوا يعملوا هيك، هسه دوب أسبوع واحد وبعدين ببدأ بالفليكشن اكستنشن السو موفمنت، هاي زي المنشار ببدأ لقدام ولورا يحرك عشان ما يصير الياف تتكون داخل الجون كافيتي وتمنع الحركة ويصير عنده فروزن شولدر. طيب فهذا بالنسبة للتريتمنت بالشولدر. بالهب قلت لكم انه اندر جي اي وخلال برضو اقرب وقت ممكن، واذا كان عنده فراكتشر ديسلوكيشن فراكتشر بالبوتسير الوول اكثر من 25% معناها انت بدك تتوقع انه راح يصير عنده انستابيليتي، فبتقول للاهل بتوقعهم مش بس على انه بدنا نرجع الديسلوكيشن، نرجع الديسلوكيشن ونعمل اوبن ريدكشن تن فيكسيشن اوف ذا بوتسير الوول اللي هو هذا بوتسير الوول، هذا الجزء من هي هذا الجزء. طيب وإذا كان حد بعملها في المستشفى فبتعملوها بنفس اليوم العملية، وإذا كان ما في حد يعملها بالمستشفى بدكم تحولوها مستشفى كبير أكبر، بدكم تحطوا skeletal traction عشان يثبت الهب في مكانه وما يصير عندنا avascular necrosis. هاي هيك حكينا عن dislocation. ضل الأطفال اللي هو البولد إلبو اللي هي الأنيولر ليجمنت بيطلع منها. إجتني برضو مريضة قبل 3 أيام بنت أخته لطالب طب عندنا هون في اليرموك، بنت أخته الهيد اوف ريدياس بيطلع من محله، هيها بولد إلبو، هاي أكثر شيء بالأطفال. هاي مش ترو ديسلوكيشن لأنه مش الإلبو نفسه اللي صار له ديسلوكيشن، الهيد اوف ريدياس هو اللي شوية زاح من محله، لكن شوفوا الألنا ظلت هالمحلها، هاي محلها. طيب نشوفها هون، هاي الانيورال ريجمنت، شوفوا هون كيف صار الهيد اوف ريدياس شوي سحل عنها وصارت بارشلي سليبت ريدياس. هذه مين بعملها؟ برضو انت اللي بتعملها، سهلة جدا جدا. هذه بس شوفوا كيف الطفل بيجيك زي كي ابو شولدر ديسلوكيشن، حتى الاهل اصلا بيقولوا لك شولدر، بكون عامل سيمي بروناشن سوبيناشن والإلبو سيمي فليكشن لأنه هو أقل حركة، يعني أقل، خلينا نشيل هذا الجاكيت، أقل يسموها ستريتش على الكبسول عشان بعد شوي أعطيكم راحة، أنا تعبت منكم أنتوا تعبتوا مني. شوفوا كيف هيك بكون الطفل عامل إيه. فأنت شو بتعمل؟ تعمل بروناشن فليكشن بعدين اكستنشن مع سوبيناشن، مش برونيشن، هاي سوبيناشن فليكشن بعدين برونيشن مع الاكستنشن، خلص ترجع هذا الهيد اوف ريديس بيرجع محله. كثير مرات مين اللي بيرجعه بالغلط، يعني بكونش عارف حاله مرجعه، فن الاشعه احنا بنروح نصور المريض على اساس نتاكد ما فيش كسر، بنروح من الاشعه بعمل له هيك وهيك وهيك عشان نصور الاشعه، ترجع معاه وهو مش داري يعني، وبيجي الطفل وهو بطل عيط، بس اول ما ترجعها يعني بتاخذ معك 10 ثواني
اول ما ترجعها الولد اول شيء بعيط لانه بكون خايف منك من اللي وجعه شويه بهاي، بعدين انا بطلعهم على الاستراحه دقيقتين ثلاثه، بعدين بيرجعوا معي مع الولد وهو بيلعب وبيمسك الموبايل وبيتحرك وبحرك ايده عادي طبيعي. فهاي هي البولد البو، بسموها هاوس ميد البو، هاوس ميد يعني اللي هي مربيه الاطفال تبعت الحضانه او المربي اللي في البيت، هي اللي بتسحب الطفل عشان تلاعبه، تسحبه من ايده بهذه الطريقه فبصير عنده بولد البو. النيرس ميد، انا حكيت هاوس ميد، نيرس ميد، نيرس ميد البو. ايش كمان ضل؟ ضلنا نحكي عن حكينا البو والهذولا ديسلوكيشن، حكينا انترا ارتكولار فراكشر. انترا ارتكولار فراكشر قلت لكم اياهم اليوم، هلا اذا الكسر صائب الارتكولار كارتليج اذا صار سيبريشن اكثر من 2 ملي او ايش سميناه ستيب اوف، ستيب اوف، فهذا امكانيه اكبر انه يصير عنده بوست تروماتيك ارثرايتس بالمستقبل. الاصل انه احنا نعمل اناتوميكال ريدكشن، اناتوميكال ريدكشن يعني نحط لكم مثال، مثلا تيبيال بلاتو فراكشر، انتم شايفين الاشعاعات ولا مش شايفين؟ بطلت اسمع صوتكم بالمره. شايفين انا شايفين الدكتور. طيب نشوف الصورة مثلا هاي، طلع علي. شوفوا هذا هنا بالفيبيولا في كسر، كسرين هاي مش كثير مهم عندي الا هون، المهم اهم شيء عندي هون ايش؟ انه الكوبول بيرونيال نيرف بيجي حوالين النيكوفيبيولا، فممكن هذا يكون عامل بدك تفحصه للفوت دروب، يعني الكوبول بيرونيال نيرف جزء من الساتك اللي مسؤول عن بيغذي الدورس فليكسرز، فاذا راح الدورس فليكسرز الفليكسنسرز بيصير عنده دروب فوت. هلا هون طلعوا على هذا في فراكشر باللاترال تيبيال بلاتو والميديال تيبيال بلاتو، وشوفوا جزء من الارتيكولار كارتليج لوين نازل، شوفوا قديش نازل هاي ستيب، وشوفوا اللي هون هذه سيبريشن، شوفوا هذا سيبريشن وهاي ستيب وهاي برضه نازل نزول، فهذا مهشم يعني عند الجوينت لاين، هذا امكانيه انه يصير عنده بوست تروماتيك ارثرايتس يعني كبيره جدا جدا. في مرات بيكون اخف من هيك التيبيال بلاتو فراكشر، بس بدي اورجيكم صور واضحه يعني يكون معمول له عمليه وقبل العمليه كمان. هي هي شوفوا هذا المريض، هذا المريض شوفوا هذا الميديال تيبيال بلاتو وهذا اللاترال تيبيال بلاتو، كيف عرفت؟ عرفت عشان هذه الفيبيولا هون. طيب هلا هذا سي تي سكان وهي اكس راي، هلا شوفوا قديش كان نازل الجوينت لاين، راحوا رفعوه بيعملوا شباك، هيو هذا مكان الشباك في العظم، وبيرفعوه هم بيشوفوا الاكس راي. لما يرفعوه طب واحد منكم راح يقول لي يا دكتور طب ما في فراغ تحتيهم، عشان هيك حطوا هذا الابيض انه هو كالسيوم، يعني زي كالسيوم سلفيت من هال يسموه اوجمنتيشن، يعني على اساس يعمل اوجمنتيشن، يعمل ستراكشرال سبورت انه هذا. فشوفوا شو عملوا، انا اللي مهم عندي مش هذا، المهم عندي انه عملوا اناتوميكال ريدكشن، خلوها articular surface على سوا بعض. هل هذا معناها ما راح يصير عنده بوست تروماتيك؟ لا راح يصير، بس راح يصير متاخر عن لو انه ما عملوا له عمليه. لو ما عملوا له عمليه زي هيك هذا راح يصير خلال سنه ونص بكون عنده بوست تروماتيك، هذا لا راح يطول كم من سنه قبل ما يصير عنده. شفتوا كيف الانترا articular fracture ترو البو ديسلوكيشن هذا بيجي بالادلت وكومن، لكنه not as common as shoulder اللي هو the most common dislocation in the body اللي هو shoulder dislocation. متوقع؟ نعم متوقع. ليش؟ لأنه حكينا أكثر حركة بتيجي بتكون على الشولدر، ثاني أكثر حركة على الهيب، فأكثر dislocation بيكون بالشولدر، الستابيلايزر تبعه بسيط اللي هو soft tissue.
هلا بدنا نحكي على ستابيلايزرز عشان نحكي بشكل عام كيف بصير الديسلوكيشن. ستابيلايزرز، مين درس فيكم ستابيلايزرز؟ انا. هاي واحد احكي لي ايش ستابيلايزر. هلا في ستاتيك وفي دايناميك وفي البوني. يعني في اذا البوني والغير البوني بنسميه سوفت تيشو. هلا السوفت تيشو بنقسمهم لستاتيك ودايناميك والبوني. هلا البوني شو المثال عليها مثلا؟ مثلا الهيب اللي هي الاسيتابلم. احسن مثال انه شو بكون شكل البوني كونفيجريشن، بكون ديب استابلم والهيد وراه في نيك، هذه بتخلي فيه ستابيليتي. مش زي الهيد اوف يومرس ما فيش لها نيك كبيره، نيك تبعتها قصيره هيك صغير كثير، وبالمقابل برضو عندها الاستابلم تبعها او الجلينويد كافيتي اللي هو السوكت شلو. فاذا الهيب مش بسهوله بده يجي، بيجي بس بالهاي انرجي تروما. بيجي لمين؟ بالاعمار اللي زي اعماركم، مش بالكبار بالعمر، لانه كبار بالعمر ما بيسوقوا سريعين. يا ريت يسوقوا شويه سريعين عشان ما يجننوناش بالشارع، لكن المشكله احنا بنحكي عنهم هيك، بكره احنا بنصير زيهم، نكبر بصير ردود فعلنا طويله اكثر، وبنصير نخاف من اللي بعيد كثير عنا، وبصير بطيء. بس المشكله انه اللي ما بنسامحهم فيه ليش يروحوا على السايد السرعه تاع الشمال، يروحوا على السايد اليمين. طيب هسه يا وعد لما انت حكيتي لي هذول الستابيلايزرز تحكي لي شو هم تاعون السوفت تيشو الستاتيك والدايناميك. ايش يعني دايناميك؟ الدايناميك اللي هم المسلز، مسلز لانهم اللي بيتحركوا. دايناميك اكتيف مايوسين بيعملوا كونتراكشن ريلاكسيشن. شو الستاتيك اللي ما بيتحركوا؟ يعني ما بيتحركوا ليجامنت والكبسول. طيب هلا لما بدنا نيجي على الامراض اللي بتعمل الديسلوكيشن بنحكي بنروح على كل واحده من هذول الفاكتورز بنقول عليها يا صار عليها تروما يا صار عليها ايش ديزيز. طيب احكي لي بالشولدر بالشولدر بالبوني جوينت كونفيجريشن. بوني كونفيجريشن طيب اما مثلا للهيب اذا صار في عندنا فراكتشر البوستيرير وول الاستابيلم. المثال اللي قلناه قبل شوي فراكتشر بوستيرير وول بالاستابيلم بيعمل هيب ديسلوكيشن روماتيك. طيب بدي شيء على الديزيزز مثلا بالاستابيلم ولا بالهيب؟ يعطيني واحده مثال على الاستابيلم بدل ما نحكي على الهيب ديسلوكيشن. بدي واحده على الاستابيلم وواحده على الهيب. مثلا بالاستابيلم اذا كانت شلو بامراض الدي دي اتش مثلا. دي دي اتش فيري جود ممتازه. الدي دي اتش بكون عندنا شلو استابيلم اذا بتزيد نسبه الديسلوكيشن. شريك دي دي اتش والهيد اذا صار فيها مثلا فراكتشر او بيرث ديزيز. ممكن فراكتشر او بيرث ديزيز. مرات الفراكتشر بصير مش بالنك بالهيد. اكثر هيد غير الفراكتشر نك. يعني انتوا لو كتبتوا على جوجل عشان ما نضيعش وقت هسه واقعد اعمل شير، اكتبوا انتوا ملاحظه عندكم، دوروا على هيد اوف فيمر فراكتشرز اطلعوا عليها. في مرات بكون في عندنا هيد اوف فيمر فراكتشر. طيب وهذا بتعمل سبلكسيشن، ممكن تزيد نسبه الديسلوكيشن والسبلكسيشن. هاي امثله على البوني. طيب بدي حد يجي غير وعد يعطيني على المسلز ان كان كروماتيك ولا ديزيز. انا دكتور. يلا يا ناهي. المسلز بدك صح؟ بالتروما ممكن يكون في عندي ربتشر للمسل مثلا. ايوه زي ايش مثلا؟ مثال زي الفي ام او ربتشر. يا سلام. مين من الشباب خلينا نكشفكم انتوا هسه عشان انا دكتور انا بحكي لك. انتوا بتشجعي مين؟ تشجعي ريال مدريد ولا برشلونة؟ لا برشلونة. انت راسمة يا دكتورة. راسمة خلاص ما في. ببطل دكتور عادي. طيب لا بستاهل بنزيمة احسن لاعب في العالم. مين؟ بنزيمة. بنزيمة بنزيمة احسن لاعب في العالم. لا مش احسن لاعب في العالم والله يغضب. عرايضة اكبر مدريدي دكتور. مدريدي للنخاع. مين في برشلونة لاعب صار عنده بي ام او رابتشر
ديمبلي. ديمبلي very good. ديمبلي هذا هيو امبارح دخل جول. جول جميل جدا امبارح دخل. ديمبلي بثاني مباراة له مع برشلونة صار عنده ربتشر في ام او وغاب عن الملاعب يمكن 6 شهور. فهذا دليل على انه الفي ام او بتعمل باتيلر ديسلوكيشن. اذا المصل كانت هي مصل استابيلايزد ولما راحت المصل استابيلايزد ظلت المصل الثانيه اللي هي اللاترال فاسس لاتراليس صارت تسحب الباتيلا للاترالي وعملت لها سبلكسيشن او ديسلوكيشن. هاي مثال على المصل انجري تروما. طب بدي مثال على المصل ديزيزز. بالأولدر بيبل يكون عندهم poor balance فبصيروا يوقعوا فبصير في عندي يعني لا بس هاي بوقعوا بالوقع احنا بدنا المصل لحالها بتخلي فيه subluxation هي ما بتعمل ديسلوكيشن زي مثلا البوليو. بوليو صح هو المرض مش للمصل المرض للنير بس الفيمورال نير بصيب الكوادريسبس وبصيب المصلز around the hip وممكن يعمل subluxation of the hip joint. نفس الشيء اي مصل ديسوردر حوالين الشولدر ممكن يعني ما يعمل مصل باراليسيس ويضعف وينزل الهيد اوف هيومرس من مكانها. الكبار بالعمر بصير عندهم زي هيك كبار بالعمر بصير لهم سبلكسيشن بسبب ضعف العضلات حوالين الشولدر. طيب اذا هاي امثله على الدايناميك ستابيلايزر. هذا بدي امثله على الستاتيك ستابيلايزر. مين بده يعطيني؟ انا برضو انتي وعاد يلا. طيب احنا حكينا انه في تروما وفي ديزيز. مثلا التروما مثلا الاطفال الصغار انه بتكون الليجامنت عندهم مور الاستيك فهمني مثلا يعني ممكن يعني مثلا نحكي اي ماينر تروما مثلا او اي فولينج داون فبيعمل عندهم ديسلوكيشن. واذا مثلا صارت اذا صارت تروما انت تروما بيعمل ديسلوكيشن بالاطفال دائما. لا الاطفال شوي بيكون ريزيلينت بون عندهم فبيتحملوا الديسلوكيشن يعني ما مش بسهوله بصير عنده ديسلوكيشن من التروما. لكن انا بقول لك يعني مثلا قلت البو ممكن يعتبر منها ولو انه سببها هسه بنحكي عنه سبب البولد البو ليش بتصير بالعمر 2 لـ5 سنين. لكن احنا بدنا مرض يصيب الليجمنتس والكبسول. تعرف المرض يصيبهم كلهم مثلا اذا كان هيرديتري كونديشن مثلا مثل مارفن سيندروم او المارفن بصير عندهم سبلكسيشن وبيبين بالاصابع عندهم اصابع رجليهم بصيروا بكونوا طوال طبعا وبكونوا ايش جايين زي الهامر تو بصير لهم سبلكسيشن. صحيح هذول بصير عندهم تندون او ليجمنت لاكسيتي. طيب مثلا كمان الكبار بالعمر از ايجينج بروسيس في عندهم ويكنس بالمصل وبالتنسل يعني والليجمنتس والكبسول نحكي عن الليجمنتس والكبسول. طب وشو في تروما؟ التروما زي الشولدر ديسلوكيشن بصير تروما يس ريبيتد وللابرم فبصير في عندنا هي يسموها ريكرنت ديسلوكيشن اوف ذا شولدر. اذا ريكرنس اكثر لانه بصير في ستريتشنج وتورن بال سبورتنج تيشو يعني اه سبورتنج تيشو اللي هو هون الكبسول والليجمنتس. فلما يصير فيهم انجري بصير عندنا ريكرنت ديسلوكيشن اوف ذا ليجمنت. هلا بس بدي احكي لكم عشان نسيت احكيها بالسبلكسيشن ليش بالاطفال بصير سبلكسيشن في الهيد اوف راديوس. انا بحكي انه لانه الهيد فريديس مع العمر بس يكبر يعني بعد الاربع سنين بصير سبيريكال وبصير كارتليج فيه اكثر فانه بصير صعب انه يصير اكثر بصير البون فيه اكثر يس لانه هو بكون كارتليجنس اول بالعمر الاعمار الاولى لحد عمر 4 سنين بكون اكثر شيء كارتليجنس بكون كبير وفي سوائل يعني كبير بكون فاذا طلع من محله صعب يرجع. اما هلا احنا الكبار بكون صغير وبوني يعني سهل حركته فلو بده يخلع شويه احنا بنرجعه بدون ما يعني بدون ما ننتبه. لو بده يطلع من محله بيرجع بسهوله ليش لانه صغير بيرجع. اما هذاك كبير اذا طلع ما بيرجع لجوا انا الانيور ليجمنت مثلا بيكون لها هيك ابعاد معينه اذا هو كان يا دوب داخل فيها اذا طلع
مش راح يدخل بسهوله مره ثانيه. فهذا هو السبب انه بصير بالعمر اقل من 5 سنين، وبعد 5 سنين تختفي. يعني ما بشوف واحد عنده سموها سبلكسيشن في دوريدس اللي هي بولد البو بهذا العمر. طيب نيجي على الاذر سينوفيال جوينتس اللي بالصوره. هل شايفين الصوره هاي؟ شايفينها. احنا حكينا عن اول جوينت بالشولدر جيردل، وثاني جوينت بالشولدر يعني بالابر لم، واول جوينت بالبلفيك جيردل، وثاني جوينت باللور لم اللي هي الني. انهم هذول هاي بولن سوكت وهذه هنج. هنج زي يعني مفصل الباب هيك وهيك يعني في مفصل هون، بس حركه باتجاه مش اتجاه، بنفس البلين مستوى واحد. هلا نيجي من فوق لتحت. هون حاطين اتلانتو اكسل البيفوت اور بايفوت جوينت. والله بتعرفوا انه انا نفسي يعني ولا مره، كل مره بقول بدي اروح ارجع لها واشوف هي ايش لازم تنلفظ، وهشوفوا كيف الواحد بتعلم. كل امبارح وانا على بالسي ان ان كل ما يجيبوا كلمه بقول يا رب انا ما كنتش الفظها. هاي بيفوت جوينت، نشوف كيف بيفوت ولا بايفوت. بنشوفها اول بالديكشنري، pronunciation هي pronunciation. ها pivot مش pivot، يعني في مرات بيقولوا لي يا pivot وانا بحتار. فهي pivot، pivot joint. pivot joint اللي هي وينها؟ اللي هي الرقبه. كيف الهيد اوف ريدلس مع الانيور ليجمنت، بس هاي يعني مش joint، joint لانها مش bone. الثاني ليجمنت، بس هي نفس المبدا هيك بتلف جواها. شو هي؟ زي الاطلس والايش الثاني اسمه اكسس. الاكسس ليش سموه اكسس؟ محور، لانه في الاودونتورك بروسيس اللي هو الثاني. الاول اللي هي اطلس، اول واحد الاطلس. فالاكسس اللي هو الاودونتورك بروسيس بلف حواليها اللي بعملنا هاي الحركه. هلا نيجي على نفس المبدا، بدنا نعرف كلينيكال امبليكيشنز. ايش كلينيكلي يعني وين بنشوف مشاكل هذا البيفوت جوينت؟ وين بنشوف المشاكل البيفوت جوينت؟ كيف وين بنشوفها يعني؟ باي امراض، باي حالات؟ لما يصير نيك ستيفنس. نيك ستيفنس بالمسلز، صحي بتخفف الحركه لانه بصير مشكله الالم بالمسلز. احنا بدنا مشكله بنفس الاكسس او الاطلس او الاثنين بالجوينت، مش بالمسلز اللي اراوند ذا جوينت. يعني مثلا اللي بنعدمه شو بصير؟ بنكسر الاودنتويد، بنكسر الاودنتويد بروسيس، فبصير في عندهم سبلكسيشن، وهذا بيأثر بعدين على الأبر سيرفايكل اللي عند المدلة عند الريسبيرتوري سنتر. فشوي شوي بخف الفيرتيبرال آرتري اللي بيعطي للدماغ، وبعدين بروح الريسبيرتوري سنتر بطل يشتغل لأنه بطل يوصل الأكسجين. فبأخذ وقت يعني، مرات بقول لك بعد عملية الإعدام أخذ المريض 18 أو المريض أخذ المعدم هذا 18 دقيقة لحد ما مات، 13 دقيقة وبعدين مات. بيسجلوهم كل شيء. فهذه زيها بده يصير بالفراكشر. إذا الفراكشر هاي اللي صار فراكشر، هل ممكن يصير فراكشر؟ نعم ممكن. هلا أنا مثلا بالسيارة شو بحط وراء ركبتي؟ بحط تاعت مخدة الطيارات. ليش؟ أولا بتريح العضلات، بتخلي شوفوا راح نحكي بمحاضرة اللغتين، شوفوا السباين بالسيرفايكال بكون لوردوتك يعني كيرفيت يعني يكون كيف إيه، لكن الظهر أعلى الظهر بكون كايفوتيك النورمال كايفوسيس. وبعدين بصير برضو مرة ثانية باللمبر بصير. فأنت عشان تحمي عضلاتك بنفس الوضع تكون مرتاحة، الأصل إنك تريح السباين بالكيرفز تاعونه. فهذه كانت يعني مريحة، وبرضو بتفيدني بإنه إذا لا سمح الله أنا حاطط هالحزام وإجا واحد ضربني سيارتي من وراء وصار اندفع جسمي لقدام، رقبتي لقدام، وبعدين رجعت، هاي بسموه بلاش إنجل، هيك زي الصوت، مش الصوت بنروح لورا وبرجع لقدام،
هاي ممكن يصير بلاش انجري وممكن يصير في عنا الفراكتشر بالاتلانتو اكزيال ويصير عنا بعدين ايش باراليسيس مش بارابليجيا حتى بسموها كوادربليجيا لانه كلهم كل الانترسكشن هاي التقاطع تاع النيرز اللي بيعطي للور لمز كله بروح فبروحوا الابر لمز واللور لمز زي مثلا شو زعيم حماس اللي كان قديم اللي هو احمد ياسين هيك يعني صار عنده حادث سياره وصار عنده قطع في هذه اذا هذه الامبليكيشن كلينيكال امبليكيشن هاي تروما طب شو ديزيز ممكن اوستيوارثرايتس كون نجوم يعني اوستيوارثرايتس ممكن تصير بس يعني قليل لانه حركه الجوينت روتيشن هنا مش فليكشن اكستنشن فقليل بصير اوستيوارثرايتس الا اذا صار في فراكتشر قبلها يعني كان قبلها في فراكتشر بعدين بصير اوستيوارثرايتس اما يعني بسموها بوست تروماتيك ارثرايتس اما المرض بدي مرض يصير في هاي الجوينت النظير الاوستيوارثرايتس ايش انفلاماتوري روماتويد ما اخذتوش بالروماتويد يصير في عندهم اتلانتو اكزل سبلكسيشن بالروماتويد ارثرايتس الروماتويد لما تصير فيكم حد طبيب تخدير اول ما يجي مريض روماتويد بقول لهم اسمعوا 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 لا تدخلوا لي اياه الا لما تكونوا عاملين له مثلا سي تي سكان للاتلانتو اكزل ويكونوا معلقين عليه طبيب الاشعه انه هل عنده انستابيليتي ولا ما عنده انستابيليتي الاتلانتو اجزاء ليش بهم طبيب التخدير ممكن يصير عنده فراكتشر يعني وهو قاعد بيعمل له لانجسكوب او شيء ايوه لما بده يعمل لانجسكوب مش الا فراكتشر ممكن يصير سبلكسيشن يعني صحيح هي يصير سبلكسيشن يعني يصير ديسلوكيشن يصير ديسلوكيشن وهو قاعد بيعمل له هايبر اكستنشن لما يعمل هايبر اكستنشن بيبعدهم عن بعض وممكن يصير عنده نفس الكوادربليجيا والمريض ينشل من وراء ايش انتيوبيشن فبروح هو اذا طلع عند المريض في عنده هذه مش بروح باجل العمليه او يعني بلغي العمليه لا بروح بتاخذ الاجراءات اللازمه ممكن احط له نيزو تريكيال تيوب نيزو تريكيال بدل ما يحط له اندو تريكيال تحتاج الى هايبر اكستنشن بحط له نيزو تريكيال بدون حاجه بس بكون فيها زي السكوب وبكون شايف الطريق تبعته كيف انه هو بيدخل على التراكيا فاذا هذه الكلينيكال امبليكيشنز اوف انه شو الديزيزز الاسوسييتد مع الاتلانتو اكس يعني اللي هي بيفوت جوينت شو غير البيفوت جوينت نيجي لا تحتيها بشويه وين مثلا وين راحت الصوره انا مش عارف كيف عملت انا شو عملت كبرت دكتور كبرت صار اسمعكم تحت عندي وانا مش عارف كيف طلعتهم لفوق خلص لانه صاروا اسمعكم تحت مش عارف اشوف تحت يور سكرين شيرينج يلا شوفي لتحت هايهم تحت الريست وتحت هاي تحت الريست هنا هاي الرايت سايد هاي اللي هي ليفت ريست على الرايت سايد تاعكم انتو هذه وهنا للابهام هاي انا المستطيل تبعهم مش عاجبني يعني هون الواحد بيفكر انه للريست برضو لكن لا هون لازم كان هذا هيك يكون المستطيل بس على الابهام هسه بقول لكم ليش هلا هذه كونديلويد وهي اسمها سادل الكونديلويد بين الراديوس وبين اسكافويد واللونيت هي بين هي كاتين بين راديوس اند كاربال بونز اوف ذا ريست اذا انا مش غلطان هذا اللي شايف يس هاي الكونديلويد زي هذول مين في كونديلويد ثانيات زي هذول الام سي بي والاي بي جوينتس هذول كونديلويد جوينتس هذول بتحركوا في يعني بتو بلينز برضو بينهم اقل من 90 درجه هيهم اذا شايفينهم هيهم بلينز بينهم اقل من 90 درجه هذه الكونديلويد هاي زي هيك وبرضو في عندها اولر ديفيشن وريدل ديفيشن في عندك السدل وين سمعنا كلمه سدل سمعناها قبل فترة البرسيزيا اللي كانت في الكوان إكوادا سد الأنستيزيا أو سد البرسيزيا اللي هي بمحاضرة إيش؟ كوان إكوادا سيندروم كان إكوادا إكواينا حكينا سرج الحصان اطلعوا لي على هاي الصورة زي كان سرج حصان خلينا أقلبها شوي إذا نعرفه هذه المرة قلبتها للمجموعة السابقة
خلاص هذا يقلبوا رأسكم وشوفوا هايو الصدر هايو هذا مش عارف كده هاي هيك أيوة هاي اللي بتلف هاي اللي بتلف هاي هاي يلا هاي وين راح هاي فوق هاي شايفين كيف زي هاي الصدل هاي الصدل اللي هو جزر الحصان والراكب عليه بون ثانية فهذولا تو بونز هنا أنا منحكيش عن الانر اسمت الثاي مع الكرينيوم أنا منحكي عن بون وبون شكلهم زي هيك وين هاي بال هنا شايفينها هاي هاي اللي هي بين الرست والفيرست ميتارسل ميتاكاربال بون يسموها فير سي ام سي سي يعني كاربال ميتاكاربال فير سي ام سي لانه هون سكند سي ام سي ثيرد سي ام سي فورث سي ام سي لحد الاصبع الصغير اللي هي الفيفث سي ام سي هون هلا الفير سي ام سي او لها اسم ثاني تي ام سي تي اللي هي ترابيزيو يعني بدل فيرست سي اللي كاربو بنحكي اسم الكاربال بون الكاربال بون اسمه ترابيزيوم فالترابيزيوم ميتاكاربال الترابيزيوم ميتاكاربال هاي اللي هي الجوينت السدل هذه سبحان الله بتعطينا نفس الشيء فليكشن واكستنشن هاي فليكشن هيك هاي هيك فليكشن هيك اكستنشن هيك ادكشن لجوه لعند جهه الاصبع الصغير بس على نفس البلين لانه اذا جت بلين ثاني ما نسميهاش ادكشن نسميها اوبوزيشن اوبوزيشن اما اذا على نفس البلين تبع الهاند هيك هاي ادكشن وهيك ابدكشن هلا مجموع الحركات هاي بسموها opposition مجموع الحركات طيب زي هناك circumduction مجموع الحركات وهنا opposition فإذا هاي الصدل joint الصدل joint هذه شو أهميتها أهميتها هنا في ال first CMC إنه بصير فيها osteoarthritis لأنه فيها حركة بكثرة وflexion فبصير فيها joint arthritis بكثرة يعني موجودة يعني بشكل واضح وين كيف بدأ يرد اللفة هالساعد؟ وين راح؟ كنترول زد دكتور. كيف شو حكيت لي؟ كنترول إيش؟ كنترول زد بعمل تراجع. خلاص. ما أعرف شو أتعلم إيش جديد هسا. بيحنا عارف هاي الود إنها بتلف. خالص. طيب. هلا بس ضل عنا البلين جوينتس اللي هم البلين جوينتس موجودين مثلاً بين الفاسيت جوينتس في السباين. بين الفاسيت جوينز بين الفاسيتس يعني الفاسيت جوينز وموجوده بين الكاربال بونز مش بين الكاربال وال ديستال راديوس لا بين الكاربال وبين الكارسال بونز زي ما انتم شايفينهم هون وبس بالاس اي جوينت الساكرويال جوينت برضو بلين جوينت البلين بنسميها برضو جلايدنج جلايدنج هي الموفمنت تبعتها انهم بيتحركوا هيك على بعض بلين مستويين مستوى هاي ممكن تعمل arthritis فهذه البلين جونز هلا كل هذول بتشابهوا انه في synovium فبصير synovial inflammation synovitis يعني اي مثلا rheumatoid arthritis اي joint من هاي الجوينت ممكن يصيبها لانه بصيب اي مكان في synovial membrane بعدين لانه بعمل له inflammation طيب كمان بيشتركوا انه لهم كبسول كبسول من برا ومن جوا synovial membrane وعلى اسطح البون بكون في عندي articular cartilage اللي هو hyaline cartilage هاي الثلاث اشياء اللي بيشتركوا فيها synovial joint طبعا هذا بيأهلهم للحركه يعني هيك بصير اشتركوا باربع اشياء بس من الثلاث اشياء ادوا الى الحركه يعني وجود synovium مع synovial fluid وجود فراغ بين articular surfaces و وجود الكبسول اللي بتمنع الحركة الزائدة الكبسول تمنع الديسلوكيشن تمنع الحركة الزائدة والليجمنز كذلك فإذا هذه اللي هي synovial هلا ظل عنا بس وين راحت هاي فاضية صح طيب مش مشكلة بلا منها هاي ظل عنا التروماتيك حكيناهم كل الجوينتس طبعا لما انت بدك تاخذ بالهيستوري بدك تاخذ بين ولا ديفورميتي على حسب اللي بتشوفونه هذول قلناهم اغلب الديسلوكيشن بيكون 45% الديسلوكيشن بيكون في الشولدر بالنسبه لكل الجوينتس يعني باي مودل ايش يعني باي مودل بالايج
يعني انه بصيب فئتين عمريتين، بصيب فئة الشباب الصغار اللي زيكم لانهم بيلعبوا رياضة، بصيب فئة الكبار بالعمر لانه ما بده هاي انرجي تروما، بدها لو انرجي. قلت لكم هيك ضربة بسيطة هاي بتعمل ديسلوكيشن. بالنسبة للكبار بالعمر لانه عندهم اصلا الكبسول والليجمنت ضعاف والمسل زي ما حكت زميلتكم واحد فهي اصلا بدهاش تروما كثير، بدها تروما بسيطة جدا وبترجع. عشان زي ما قلنا مثلا بالدي تي اتش اذا الاستابلم مش ديب بصير بدهاش اشي كثير عشان تخلع. اذا من فانت اذا واحد صار عنده ديسلوكيشن شولدر مثلا طفل، عادة الاطفال ما بصير عندهم، احنا حكينا الباي مودل يا اما بالادلت بعمركم يا اما بالكبار كبار بالعمر. طب واذا طفل صار عنده ممكن يصير عنده ممكن بس ابنه بده يكون في عنده مشكله ثانيه، يا اما عنده مثلا فلويد زياده في داخل المفصل فشو عملت اللي هي زي بالسيبتيك ارترايتس راحت خلعت له المفصل، يا اما صار مصل بول زياده بسبب برضه مثلا سيبتيك ارترايتس او اكيوت سومايلايتس وكذا صار عنده مصل بول زياده لجهه معينه ممكن تعمل له ديسلوكيشن. اذا لازم يكون في فاكتورز، عشان هيك انا علمتكم الفاكتورز بكل سهوله، ما راح تلاقوها بمكان زي ما انا كاتب لكم اياها. يعني هاي من تفكيري انا اني حطيت لكم شو الستابيلايزر، تروما ديزيز تروما ديزيز تروما ديزيز. هاي مش مكتوبه هيك في الكتب، مكتوبه 1 2 3 4 5 6 7 8 اذا كان في خلل في المصل، اذا كان في خلل بالكلى، بس انا جمعتهم بطريقه ان تكون سهله. اذا حفظتوا شو هم الستابيلايزر بتحفظوا شو هم الديزيز او التروما اللي عملت هاي المشكله. طيب نيجي على طبعا انترا ارتيكولار فراكشن حكينا لكم عليها، والبولد البو حكيناها، وحكينا الديسلوكيشن هيب والموبلايزيشن والسيرجري قلنا لكم عنها، وايرلي ريدكشن. ايرلي ريدكشن دائما اي ديسلوكيشن ايرلي ريدكشن ان شاء الله بالاصبع ايرلي ريدكشن وين ما كان ديسلوكيشن ايرلي ريدكشن. انترا ارتيكولار قلت لكم عن الستيب اوف اللي هي الدرجه، يعني بطلوا الارتيكولار سيرفيس هيك صاروا هيك صار في درجه بينهم، او انه سيبريشن اكثر من 2 ملم. فراكشر ديسلوكيشن بتعامل از انه فراكشر وديسلوكيشن. نيجي على الروماتيك، طبعا هنا يعني في هنا الروماتيك انتم بتعرفوا الباثوجينيسيس بتاعت الروماتيك مش لازم انا احكي لكم عنها، اخذتوها في الـ في الـ بالباطني وبالاطفال اخذتوا انه روماتويد ارثرايتس اميون الاوتو اميون ديزيز، بصير اميون كومبلكسز اجينست انتيجنز من البادي نفسه من السوفت تيشوز بتاعت البادي او الهارد تيشوز بتاعت البادي، وبعدين بصير في عندنا سيلف ديستركشن ومرات، وبعدين بكرونيكلي بصير في عندنا اللي هو فورميشن اوف ذا بانس. بانس اللي هي بصير انفلاماتوري كرونيك انفلاماتوري سيلز بيتجمعوا مع بعض بصيروا يهاجموا زي جيش مع بعض. فهذا الباثوجينيسيس. هلا بالنسبه لل اي مفاصل بياثر حكينا لكم اياها هسه قبل شوي، اي مفصل في البادي ممكن، اي ساينوفيال جوينت ما فيها مجال، يعني اي ساينوفيال جوينت فيها ساينوفيوم بدها تصير فيها ساينوفايتس بتجمع فيها هالبانس او الانفلاماتوري بروسيس وبصير فيها انفلاماتوري بروسيس. هلا هون اذا بتتذكروا حكينا باول محاضره في فرق فرق ما بين الديجنريتيف ارثرايتس اللي وير التلف، وما بين التلف بده قوة، عشان يتلف بده قوة صح؟ فإحنا هنا بنحكي عن منطقة معينة بتزيد عليها القوة هي اللي بصير فيها تلف، هذا بنحكي عن الديجنراتيف. بالإنفلاماتوري لا، بده يصيب كل الجوينت، هذا بدناش نحكي كل الجوينت، ممكن كل الجوينت ممكن أكثرها، لكن أنا بحكي عن الجوينت نفسها بصيب كل الجوينت. إذا بالبلفس بالهيب يعني سوري الهيدو فيمر كلها مع الاستابلم كله، مش زي بالارثرايتس تاع الاجانب اللي بصير بالهيب، او عندنا الني، الني بصير بالميديال سايد بالاوسيو ارثرايتس. ليش؟ لانه 85% من القوه بتيجي على التيبيا من جهه الميديال، و15% بيجوا على التيبيا من جهه الفيبيولا من جهه اللاترال يعني. طيب اذا 15% اذا نتوقع انه القوة اللي تعمل اوسيو ارثرايتس بالني هي على الميديا الاكثر، وبعدين بالاخر بتروح على اللاترال بعد ما يصير
تتهدم الميديال كلها ويصير فيها نروينج على الآخر بعدين اللاترال بصير فيها. هلا بالروماتويد أرثرايتس لا بتصيب كل المنطقة بالتساوي. طيب الأفكشن بكون إيش إيكوال أفكشن مش زي هناك بكون مور أفكشن at the more stressful area اللي عليها قوة أكثر. فهي بتصيب اللارج جوينتس وبتصيب السمول جوينتس. هلا باللارج جوينتس ممكن تعمل ديستركشن. يعني مثلا انا عملت لمريضه في السعوديه عملت لها 4 مفاصل التو هيبس والتو نيز عملت لها توتال هيب ارثوبلاستي وتوتال ني ارثوبلاستي لانه كان عندها روماتويد ارثراكس. هي ست كبير بالعمر بس من زمان كان عندها روماتويد. لما كبرت بطلت تتحرك. هون بطلت لطبيب الروماتولوجي صارت لطبيب العظام إذا بيقدر يساعدها يخليها تتحرك أحسن. والحمد لله بعدها صارت تمشي أول على الوكر بعدين صارت تمشي بالعكازة وهذا شيء كثير كويس لأن المريضة ما قبل ذلك كانت على الويلتشير كانوا بس ما بتقدر تمشي أبدا لأنه سيفير أرثرايتس بالنيز وبالهيبس. طيب بالسمول جوينتس زي بالهاند وبالفوت هذه الديفورميتيز اللي منشوفها طلعوا لي على الثمب وتشينير زي اي حرف. انا حاطط الصوره ولا لا؟ حاطه لكم. شو مال الثمب؟ بوتونير ديفورميتي اوف الثمب. بوتونير؟ لا هيك البوتونير لا هاد هيتشكرز ثم هيتشايكر زي هيتشايكينج. المسلسلات الامريكيه والافلام الامريكيه يشوفوهم بيعمل ايه اللي بيكون واقف على الطريق السريع وحاطط هالباك باك على ظهره وبعمل هاي الحركة زي هذا الزلمة. ليش؟ عشان يوصلوا على مكان ثاني. يعني بدأ انت على الطريق على طريقي على طريقي عشان ايش يوصلوا. عنا هيك الهيتشايكر ديفورميتي في الأردن هيك في العملية فمختلف عنهم. فهذه بسموها هيتشايكر او بسموها زد شيب. يعني شوفوا طلعوا انا بعمل بصبع يعني انتوا شايفين بصبعي في الكمبيوتر هاي طلعوا هيك 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 زي حرف الزد. يا بسموها زد شيب ديفورميتي او هيتشايكر هيتشايكر تبع التوصيل. فهذا الديفورم بتاعت الثم. هلا هون يا بدي شذا اليوم تحكي ما حكيتش كثير شذا طلعي لي على هذول الاصابع اللي هم الاندكس والرينج او الرينج والميدل طلعي لي شو على البي اي بي جوينت اللي بروكسيمال انترفالنج فليكشن اكستنشن اكستنشن وشو في على الدي اي بي فليكشن شكلها زي ايش هيك زي هيك هي هاي التوين هيك انت بتكبسي لما بدك تضغطي على زر هيك بتكبسي هيك بتعملي اصبعك بتكبسي ولا هاي شكل الوزه يعني عنق الوزه عنق الوزه صحيح عشان هيك بسموها سوانك عنق الوزه طيب سوانك بعرف الشيء الوزه ولا البجعه طيب هذا عنق الوزه سوانك ديفورميتي هاي هيك يعني بكون PIP extension زي هذول هيهم مطلعين عليهم PIP extension وflexion DIP مش تخربطوا مع اللي بدعس على زر هيك بدعس على زر شوفوا كيف صح هاي انا احطها بلاش على ايدي هاي على شايفين كيف شو نفسك شذا طلعي على اصبعي هذا اللي دعس على الزر شو على PIP البي اي بي فليكشن صحيح مظبوط والدي اي بي اكستنشن اذا العكس انا شو بعمل بالامتحانات لما اجيب هذا اذا جبت هذا السؤال بجيبه بالثنتين بقول له شوف بالاصبع الفلاني والاصبع العلاني في منكم يا طلاب بعرفوش الاصبع هذا اسمه ايش وهذا اسمه ايش فبتخربطوا في منكم بكونوا متخربطين بين السوانك وال أو إذا أنت مش عارف سوانك أكيد ما راح يروح على متين عليه. قاصدها طبعاً لأنه واصل الأمور تكون تحذير. إذا بدها تصير تحذير بده يروحوا على متين. أما إذا أنا أجيبها واحدة وهو يتحذر وتطلع معاه صح لا. إذا بده يحذر بده ينقص على متين. نيجي على ال طب كيف بيكون الهيو هيو شايفين هذا هذا البوتونير. انا مش عارف اشوفها انا هاي شايفينها هاي البوتونير هاي فليكشن
على البي اي بي والدي اي بي. هاي مره واحد من زملائكم تعون دفعه روح قال ايه جبنا لهم اندكس فينجر بوتونير ولو كاتبه شو اسمه كاتبه سوان بقول له يعني ما خلص يعني شو بدي اقول لك يعني انت كاتبه غلط وكاتبه كتابي يعني. بقول لا انت علمتنا انه الاندكس فينجر بتكون سواني. قلت له انا علمتك الاندكس كيف انا علمت؟ قال اه جبت لنا هاي الصوره وراني الاندكس فينجر. قال انت قلت لنا الاندكس فينجر بكون فيه انه انا قلت لك الاندكس فينجر هون فيها. طب ما انا اطلع على الصوره اللي بعدها اذا انت مش دارس السلايد اللي بعدها. هاي السلايد اللي بعدها اي اندكس فينجر برضه وفي عنده سكتات ما اعرف شو دي. يضحك علي قال علمكم الاندكس. والله في دكتور بعلم قال الاندكس فينجر بصير بس في بوتونير ولا سوانيك. ما بنفع هذا الكلام. ممكن يصير باي واحد اي شيء. طيب بعدين اذا بتشايفين كمان وين الام سي بي جوينت هاي الميتاكاربو فلانجيال الله على الفينجرز وين رايحين؟ جهه اي اصبع صغير هلا جاي في عظم النا يسموها النر ديفيشن ات ام سي بي جوينت مش ات ذا ريست. زي الحركه هاي اطلع على الريست. الريست ممتاز ما في اي ديفيشن لا النر ولا راديال لكن النر ديفيشن اوف ذا فينجرز ات ام سي بي جوينت. طيب انتبهوا لهي الشغله. هلا اللي بعدها مثلا هذه الفوت شايفين هذا لو ومنها اكبر والله من داري مش مبين فيها هي هالوكس فالجاس. الهالوكس فالجاس يمكن اخذتوها محاضره الفوت تبعت الدكتور او بكره يمكن صلاح راح احكي لكم. الهالوكس فالجاس مش الا تكون يعني بالروماتويد هي مرض بصير في اكثر شيء الستات وشيء زي هيك. لكن ما انه هو كاتب انه ما له علاقه بالشوير بس هي نظريات لحد الان في نظريات بتحكي في نظريات بتحكي لا انه له علاقه مثلا بالهاي هيل هذا انا بالنسبه لي بقول في علاقه. هو بحكي لا كاتب يعني هو مش هيك. اذا هيك الروماتويد ارثرايتس فيها ما لهاش دخل في الهاي هيل ولا هذا لا ما لها دخل. هذه انفلاماتوري بروسس مختلفه. اما اللي بيؤمنوا في انه الهالوكس فالجاس لها دور في شيء اسمه امبريولوجيكال انه في شيء اسمه ما بديش تحفظوها يعني بس هي بيني وبينكم لان انا دارس فوتانانكل يعني متخصص فوتانانكل شيء اسمه فيرست ري هذا ايش هايبر موبيليتي. هذا بيقول لك انه احنا الانسان عشان الحركه تاعت الابهام فيها هايبر موبيليتي اوف ذا فيرست ري يعني اللي هي هذه. فبقول لك اذا كان بالفوت في هايبر موبيليتي يعني صار عنده هايبر موبيليتي بصير يتاثر الفيرست ري بالستريسز اكثر. فبصير عندهم اذا لبسوا الستات هاي هيل او كذا انهم انا مؤمن بهاي النظريه. دكتور صلاح مش مؤمن بها وهذا عادي بالطب. عشان احكي لكم العظام اكثر مكان في ديبيت ومناظرات في وهذا شيء ممتع. يعني عندنا عند مثلا هالوكس فالجاس بتعرفوا كم اوستيوتومي شوفوا وين بالاصبع عنده بالاصبع كم طريقه علاج عمليه 80 عمليه للهالوكس فالجاس. طيب بس عن اذنكم ارد على هذا يكون مريض محتاجين هال 25 ليره والله. الو السلام عليكم. طيب هالوكس فالجاس إذن ديبيت المناظرات بقول لكم بالعظام بتلاقوا بتروح على مؤتمر زي أمريكان أكاديمي بيكون فيه حوالي 20,000 دكتور إلى 30,000 دكتور عظام من أنحاء العالم كله وتشوفوا المصارعة طبعا مش بالإيدين يعني المصارعة الكلامية بينهم. بتلاقي هذا من البرازيل بحكي لك هاي كله كلام فاضي اللي أنتم بتعملوه هون وهذا مثلا بالدول يعني عندها فلوس بتجيبها تعمل هاي. احنا ما معنا فلوس احنا بنعمل على مرضى فقراء ومش مستعدين نجيب هاي الادوات من عندكم واحنا بعدنا مقتنعين بالكلاسيكال مثلا اوبريشن تبعتها. وبيجي مثلا تعون فرنسا بيقولوا يعني احنا عندنا فلوس بس مش يعني لازم نصرف على هاي. احنا لا متفق مع هذول ولا مع هذول احنا عندنا طريقه مختلفه وهكذا. ففي العظام كثير في
ديبيت واختلافات وجهات النظر، بس كلها إلها بيز، وهذا اللازم إحنا نشتغل عليه بالطب، لو البيز الإيفيدنس بيز بيزد إنفورميشن، يعني لازم يكون عندنا دليل نبني عليه الإنفورميشن تبعنا، إيفيدنس بيز إنفورميشن. طيب هلا كيف بنعالجهم هذول تبعون الهاند؟ وهذا أول شيء بالإكسرسايزز إذا كانت لسه ريفيرسبل، بعدين بنروح عليهم إذا كانت صارت يعني بعد ريفيرسبل بس صارت أصعب، بنروح نعطيهم نحط لهم اللي هو سبلنتس. السبلنتس بالأبر لم بنسميهم سبلنتس، باللور لم بنسميهم إيش؟ أورثوتكس. أورثوتكس اللي هي يعني زي مثلا تحط إشي بين الأصابع، يعني زي بالهالوكس فالجاس بتحط سبيسر سيليكون أو غيره بلاستيك مثلا، وهكذا يعني بنحط أشياء علشان تعدل. طيب لو ما تعدل، لو زادت الديفورميتي، زادت الديفورميتي وبعدين صارت الريفيرسابل، بصير وقت السيرجري. هل بالأبر لم؟ أنا ما بنصح بالسيرجري بالأبر لم، لأنه كيف بدك بدأ يعني ما في إنك تعمل جوينت، يعني تعمل جوينت ريبليسمنت زي الني والهب، في إنك تثبت. طب كيف بدك تثبت الإيد؟ يجي بحكي لك ثبتها بالفانكشنال. طيب الفانكشن بتاعت الإيد إيش؟ إني أكتب. طيب هاي اللي كتبت، أثبتها بهذا الوضع؟ طب بدي أمسك الكاسة، كيف أثبتها؟ أمسك الكاسة هيك؟ ما بصير، بدي أمسك الكاسة هيك. طيب فإذا الفانكشن اختلفت، فأنا مع إنه نضل المريض نضل نحاول نعالجه بالكونسيرفاتيف حتى لو صار عنده ديفورميتيز، وهو بتكيف مع الديفورميتي بالهاند. يعني كان في دكتور أسنان صاحب العيادة اللي كنت أنا فيها بعمان، بقول لي زلم كبير بالعمر، بعرف إذا عايش ولا لسه، إن شاء الله الله يطول عمره، بقول لي يا دكتور أنا ضليتني أعالج المرضى بعيادتي لحد ما صار شغلتين. أول شيء بدوا الأطفال يخافوا من شكل إيدي، فبطلت أعالج الأطفال. بعدين متى بطلت أعالج الكبار؟ لما صرت بطلت أتحكم في الأدوات. يعني أول كنت مثلا بطلت أقدر أعمل هيك، صرت أعمل هيك. هسه بطلت أقدر أعمل هيك، أعمل هيك. بعدين صارت صعبة علي، يعني مش عارف كيف أتكيف بإني أحافظ على دقة شغلي. وهنا بدأت يعني إني أحس إنه ممكن أذي المريض، فوقفت شغلي. فشوف كيف الرجال ظلوا يتكيف لحد درجة معينة، بعدين بغير الشغل. أما أروح أنا أثبت له إيده، أثبت له أصابعه بطريقة معينة يبطل يعرف يأكل مثلا أو يكتب، لا ما بصير. هو يتكيف شوي شوي لحد ما يصير disability كاملة، وقتها خلص صار disability كاملة. نيجي على آخر إشي يعني قبل الأخير اللي هو، أو لا خلينا هاي الصورة لبعد آخر إشي، نخليها هي آخر إشي مش قبل. على الجوينت أرثرايتس اللي هي أوسيو أرثرايتس اللي سميناها degenerative، هي صح في primary أوسيو أرثرايتس، لكن في هنا secondary أوسيو أرثرايتس اللي degenerative post traumatic post septic arthritis. هيو كاتبهم أنا كاتبهم هيو secondary post traumatic. أنتوا شايفينها ولا لا؟ شايفين سلايد؟ شايفين دكتور. شايفين primary كاتب بعديها epidemiology، هلا راح أحكي عنها. السكندري هذول البوست تروماتيك زي مثلا شولدر ديسلوكيشن، صار عنده ريكرنت شولدر ديسلوكيشن، وبعدين صار عنده افاسكولار نيكروسيس، وبعدين صار عنده تشينج ان ذا شيب اوف ذا كارتليج، بعدين صار ستريس رايزرز، وبعدين صار عنده ايش اوسيو ارثرايتس. هاي الافاسكولار نيكروسيس اول شهر شهرين، الاوسيو ارثرايتس بعد سنوات بتصير. عرفتوا التايمينج تبعها سنوات الأوسيو أرثرايتس تصير سكندري. مثلا مثال ثاني اللي قلت لكم إياه تبع تبيا البلاتو فراكشر، شفنا الشاب تبع اللي عنده أوسيومايلايتس اليوم، شفنا صوره يعني عنده تبيا البلاتو فراكشر ومثبتينه، صح صار عنده انفكشن لكن برضو صار عنده إيش بوست روماتيك أرثرايتس، لأنه كان عنده ما كانوا مرجعين له الكارتلج على الكارتلج، كان في ستيب بينهم. فهذا مثال على البوست تروماتيك الانترا ارتيكولار فراكشر. بوست شولدر ديزيز يعني زي سيبتيك ارثرايتس او الدي دي اتش او بيرثس، فانت لازم اي مريض مثلا بالهذول كلهم هب السيبتيك لا مع انه النيه ممكن تيجي بعد السيبتيك نيه، لكن مثلا سيبتيك هب دي دي اتش بيرثس كافي، هذول كلهم هب
اذا انت لما يجيك شاب عمره 30 سنه ولا 29 سنه وعنده ارثرايتس بالهيب لازم تساله كان عندك ديزيز وانت طفل؟ كنت تدخل المستشفيات؟ يقول لك لا انا مش متذكر يعني كنت ادخل المستشفى بس ما بعرف ليش. ما بعرف عملوا له عمليات. وين العمليه هي هون؟ بتطلع عليها ولا هي بالهيب؟ هذا معناه كان عنده مشكله بالهيب. الله اعلم هل كانت ايداش يمكن الولد مش عارف يمكن ابوه امه ماتوا يعني هو صغير ما بعرف ما قالوا له ايش بالضبط عنده او التشخيص تبعه. فانت لازم تعرف. ليش لازم اعرف يا دكتور؟ طب هاي ارثرايتس وهي ارثرايتس وبالاخير بعمل له توتال هيب ريبليسمنت. لا يا اخوي في فرق كبير بين ما تكون برايمري ولا تكون سكندري. لانه السكندري هذا بتكون باليونجر ايج هذا بدك انت تطول عمر المفصل اكثر ما يمكن لانه عمر المفصل الاصل 15 سنه. لما انت تعمله لشاب صغير ما بدهم 15 سنه اولا يمكن بدهم 6 7 سنين 8 سنين على كثير. ليش؟ لانه بده يمشي بده يركض بده يطلع درج بده ينزل درج. اما واحد عمره 70 سنه قديش بده يطلع ويمشي ويركض ويلعب رياضه ما فيش عليه يعني واجبات منزليه واجتماعيه كبيره. يعني لو مسك عصا عادي بمسك عصا بمشي شوي شوي بروح على الجامع وبرجع فهذا ما في مشكله. هذا بحافظ على مفصله الصناعي بصوره اطول اكبر من الشاب اللي مطلوب منه اولا مش راح يقدر يمسك عصا ويضله ماشي فيها لانه بده يروح على شغله. كيف بده يروح على شغله بالعصا؟ ما بدخله بيقولوا له خذ ديسابيليتي يعني انه عندك عاهه مستديمه وقعد في البيت. اذا قعد في البيت واخذ من الضمان الاجتماعي ممنوع يفتح مصلحه. اذا فتح مصلحه بنقصه نص راتبه كانه ولا مش عارف كم بالمية من ثلث راتبه او شيء زي هيك. انا ما بعرف ايش القوانين بس يعني بنقصه جزء كبير من راتبه تبع الضمان الاجتماعي. فهو ما بيستفيد الشاب وبده يعيش عيله. فاذا هو بحاول انه يشتغل فبروح على شغله بده يمشي اكثر بده يطلع درج اكثر بده يركض عشان مثلا ابنه راح على الشارع وهو بده يمسك ابنه بده يركض على ابنه. هذا راح يغري المفصل الصناعي بسهولة أكبر أو بوقت أقل من هذاك الرجال الكبير. فإذا أنا لازم أحط له مفصل ثاني مش نفس المفصل اللي بحطه للكبار. ممكن أحط له يعني ما بدي أتوهكم بس في إحنا عندنا يعني أنواع مثلا الأستابلر كومبوننت يكون مثلا بوليإثيلين وهنا ميتال. طيب فميتال على بوليإثيلين لكن ممكن السيرفيسز تكون سيراميك على سيراميك سيراميك على سيراميك بدون أطول فترة. فعشان هيك بنحطه بالأعمار الصغيرة. إذا في عنا أسباب تدعونا إلى أن نسأل بالهيستوري عن أسباب الأرثرايتس أو إذا إحنا شكينا أنه عنده أرثرايتس. هل عندك أمراض قديمة من أول من طفولتك؟ لازم أعرف ليش لازم أعرف. طب إذا كان عنده روماتويد أرثرايتس لازم أعرف أنه روماتويد. الروماتويد هذا بأخذ ميثوتروكسيت وبأخذ كورتيكوستيرويد. طب الميثوتروكسيت ما هو بيقلل مناعه المريض. طب انا بدي افتح جروح مش بدي افتح جروح على المريض افرض عمل له توتال نيم بدي افتح الجروح على النية. طب هذا بعدين الجروح بصير انفكتد اذا الوايت بلاد سيلز تاعته واطيه. الميثوتروكسيت بعمل لوكوبينيا بقلل المناعه. فاذا انا لازم اوقف الميثوتروكسيت فتره من الوقت. لازم اعرف هاي الامور. طب اذا عنده روماتويد ارثرايتس بدي اخدره مش حكينا لكم طبيب التخدير مش لازم يعمل هايبر اكستنشن اذا كان عنده هذا. اذا في اشياء لها علاقه بالمرض واشياء لها علاقه بالمانجمنت واشياء لها علاقه بالفاينل تريتمنت تبعه. فاذا انا لازم اعرف التفاصيل بالهيستوري والاكزامينيشن انفستيجيشن. يوم من الايام واحد من دفعه كثير اول دفعه يا الله ما اشطره اشطر واحد اجى علي في كل العظام هو هذا الشاب وما بدي اقول اسمه بس ما اعطيناهوش علامه العاليه يعني علامه الاعلى. ليه؟ لانه يحرم بالامتحان خلص مخه هيك عرف انه هاي الحاله راح تكون اوسيو ارثرايتس. صار يسالني اشياء عن الاوسيو ارثرايتس ني البرايمري اوسيو ارثرايتس ني كانه هو طبيب عظام ما شاء الله عليه. يعني سالني حمامه عربي ولا فرنجي؟ مهم جدا السوشيال هيستوري لانه هذا المريض اذا انا بدي اعمل له قبل لا اعمل له عمليه انا بدي انصحه ما يستخدمش حمام عربي لانه اذا استخدم حمام عربي مش هيقدر يقوم مش هيقدر يقوم يعني اذا قعد ما راح يقدر يوقف. ليش؟ لانه ركبه راح يبسو والم شديد جدا. فهذا واذا عملت له مانجمنت عملت له توتال لازم اقول له ممنوع تدخل على حمام عربي
دكتور سعد محمد الفرنجي، سألنا عن كل إشي له علاقة بالأوسيوأرثرايتس، لكن ما سألنا عن أي إشي علاقة بالسكندري أوسيوأرثرايتس زي بوستروماتيك أرثرايتس. يعني هل هذا المريض تعرض إلى حادث وصار عنده كسر؟ هل عمل عمليات بالني قبل عشان يعرف إنه؟ هل كان عنده سيبتيك أرثرايتس ني؟ ما سألني هاي الأسئلة. احنا كنا نعطي امتحان شو اسمه كلينيكال، فراح نقص 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 كثير، رغم انه هو شاطر 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 جدا، بس ما اعطاني ديفرنشال دايجنوز، اعطاني دايجنوز واحد ماشي هو صح الدايجنوز، لكن افرض هذا انا قلت لك طلع غيرت الهيستوري تبعي، انا حر، انا اللي بمتحنك وغيرت وقلت لك طلع بوست تروماتيك تفرق يعني؟ بتفرق طبعا. شو قلت لكم مرة بأول محاضرة؟ إذا عامل total knee replacement بده يعمل total knee replacement، وأنا أصلاً حاطط له عامل له عملية هون، طيب هون كيف بتعمل له جرح ثاني بالمنتصف على midline؟ كيف بتعمل له جرح وبينهم 2 سنتي؟ ما بصير، المسافة السكن اللي بينهم بصير لها skin necrosis، بصير لونها أسود وبصير necrosis. إذا أنا لازم أسأل هاي الأسئلة ولازم أفحص المريض. قبل أروح على management education epidemiology بتاعت البرايمري، أنا إلي ساعة بقول لكم الأجانب والأجانب، هذول الأجانب لو تسأل الدكتور عادل ومثلا بألمانيا قديش بعملوا توتال هيب وقديش بعملوا توتال ني، بعملوا توتال هيب أكثر بكثير مما بعملوا توتال ني، ولما يعملوا توتال ني بألمانيا بعملوا لها مهاجرين أتراك ومهاجرين عرب ومهاجرين هنود ومش عارف إيه، مش الألمان البيض الكوكيجين. نفس الشيء بكندا، بكندا البيض كنا نعمل الأغلبية الهيب أرثرايتس نعمل لهم هيب أرثبلاستي للبيض، السمر يسموها العرب اللي أصلهم عربي اللي أصلهم هندي نود، هذول كلهم كنا نعمل، واليابانيين وهذول كنا نعمل لهم أرثرايتس ني، نعمل لهم توتال ني أرثرايتس توتال ني أرثبلاستي أكثر ما كنا نعمل توتال هيب أرثبلاستي. إحنا عندنا مش إنه بالوطن العربي ما نعمل توتال هيب نعمل، بس كلهم سكندري بيطلعوا سكندري، لا إما لسيبتيك أرثرايتس لا إما للدي دي إتش للتروما، كان عنده ديسلوكيشن وصار عنده هيك زي هيك بيرثل ديزيز قديم وهكذا. آخر سلايد عشان هيكم انتوا عرفتوا هلا النورمال، هاي مثلا مثال عن الني، مرات بنجيب الهيب بس هاي الني، انتوا دوروا بحالكم على الهيب ارثرايتس ان كان اوستيو ارثرايتس ولا انفلاماتوري ارثرايتس من روماتويد، شوفوا كيف شكلهم مختلف بالهيب وهاي بالني. اول شيء هاي النورمال، النورمال هاي طلع لو كبرتها انا هاي طلع سبيس هون وسبيس هون، وهذا مش سبيس هذا راديو سنسي، هذا في كارتليج اغلبه يا دوب سبيس ملي 2 ملي على كثير، اما هذا كله كارتليج، الكارتليج هذا بكون اللي هو ارتيكا كارتليج. شوفوا هنا بالميدل باللاترال سايد هاي الفيبيلا اذا لاترال، وهاي ميدل سايد نفس الشيء، الاكسس تاعت الفيمر والتيبيا تقريبا نورمال يعني 5 درجات فالجس طبيعي، ما في أوسيوفايت اللي هي بون سبارتز على الجوانب من هون وهون من هون ومن هون ما في، فهذه نورمال. نيجي على هاي، هسا بدي نظرة واحدة واحد منكم يقول لي ما يطلع على الكلام. محمد فالح دكتور طلع لي هاي وهاي، من في ما طلعش على الكلام اللي تحت بل ما حكيت طلعت على الكلام اللي هون، هاي اللي انا حاطط عليها السهم، هاي اي اوستيو ارثرايتس ولا روماتويد؟ اوستيو ايش؟ اوستيو اوستيو. طيب وانت هنا شو بتحكي؟ اوستيو ارثرايتس. صحيح اوستيو، اذا انتوا اثنين صح اوستيو ارثرايتس. ليش؟ اطلعوا هنا ما في فراغ، هنا في فراغ، هنا ميديال اسبيكت طلعوا لانه هاي الفيبيلا هاي ميديال، اذا ميديال كومبارتمنت هي اللي نرد، بعدين الاكسس تاع الفيمر لو رسمناه والاكسس تاع التيبيا الابيكس اوف ذا انجل وين رايحه؟ لاترالي. اذا هاي ايش؟ فارس، فارس بيجي مع الاوسيو ارثرايتس ني البرايمري. ايوه طب نشوف الثانيه،
وين الاكسس ممتاز يعني يمكن شوي فالغس حتى اذا هذا ما صار affection of the femoral of the medial compartment more than the lateral compartment equal affection of both compartments اللي هي يا شباب ثلاث compartments اللي هي بين التيبيا والفيمر ميديالي وبين التيبيا والفيمر لاترالي وبين الباتيلا والفيمر اللي بنشوفها باللاترال فيو طيب هاي اللي بنحكي compartment حجره يعني الثلاث حجرات بتاعت ابني اول حجره بتتاثر اللي هي الميدل كومبارتمنت ثاني حجره اللي هي باتيلو فومورال وثالث حجره اللي هي لاترال كومبارتمنت هلا الميدل كومبارتمنت لاترال نفس الشيء شوفوا نفس المليمترات هون وهون وبعدين ما في اوستيوفايت هاي طلع عليها زي يعني زي طبيعيه لكن طلع على هذه شوف المناقير العظميه شوف المنقار العظمي شوف المنقار العظمي بعدين انا حاط لكم اياهم كتابه بالوورد هذا الاسود اللي هون هذا سبكوندرال ايش السواد يا اما تحكي اوسيلايزس يا اما سيست او سبكوندرال اوسيلايزس لكن هون لو تلاحظوا اطلعوا على لون العظم هون بياض اكثر هون سواد اكثر ليش بصير عندهم العظم في اوسيوبينيا في الروماتويد ليش؟ ها انتوا هسه بدكم تحكوا لي لازم اللي ما بعرف بذبحوا هسه يمكن بزيد نشاط الاوستيوكلاست ليش 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 بصير عندهم هيك شو باخذوا شو باخذ شو بنعطيهم الروماتويد نعطيهم كورتيكوستيرويد مش بنعطيهم حبوب بروتيكوستيرويد صح هذا شو بيعمل بيعمل اوستيوبروسيس اوستيوبروسيس فبزيد الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي المهم إننا نعرف ليش بسنيت الكلاسيك لأنه بيأخذ استيرويد دكتور مش هي نفسه الديزيز بيعمل والديزيز بيعمل كمان ديستركشن الديزيز ممكن يعمل ديستركشن بس بيعملهاش بجوه البون بيعمله على الأقرب إلى البون عشان هيك هسه شوفوا يعني هذا الإشي الثالث اللي بدي أقول لكم إياه هنا شوفوا البياض هذا بصير عندنا نيو بون فورميشن يسموها سب كوندرال هناك منها اوسيولايزس او سيست هناك سب كوندرال سكليروسس اللي هي زي عظم عاجي هنا ما بكون عظم عاجي شوفوا البياض خفيف هذا هو اللي له علاقه بانه ديستركشن بالبون لكن داخل المظله لا على الترابيكولي هذا بياثر الكورتيكوستيرويد اذا هو الستيرويد هي اللي بتعمل اذا هذا بتعمل بان ارتكولار اوسيولايسيس هنا بتعمل سبكوندرال اللي هي هاي سبكوندرال اوسيولايسيس او سيست هنا ما في سيست واضحه لكن في كله على بعضه البون لونه على سواد السبكوندرال سكليروسيس هون اكثر هون اقل بكون سبكوندرال سكليروسيس لانه ما فيش اوسيوكلاستيك اكتيفيتي سوري ما عندنا اوسيوكلاستيك اكتيفيتي زايده عن الاوسيوبلاستيك اكتيفيتي ما ببني عظم زياده ما ببني هون لا هون مش المشكله بين الاوسيوكلاست والاوسيوبلاست بالعكس الاوسيوبلاست شغاله ممتاز والاوسيوكلاست عادي بتشتغل اما هون لا طيب هاي بالنسبه للاوسيوارثرايتس ومقارنتها بالروماتويد ارثرايتس هاي بالني لكن انت ممكن تقارنها بالهب طب بالانكل يا شباب الانكل بصير فيه اوسيوارثرايتس برايمري اوسيوارثرايتس انكل برايمري لا ما بصير ليش ما بنعرف يعني ما يعني في نظريات لكن ما بنعرف اما انتوا اذا شفتوا في واحد عنده انكل ارثرايتس اعرفوا انه هذا غالبا بوست روماتيك ارثرايتس او كان عنده جاوت او كان عنده انفلاماتوري ارثرايتس يعني مثلا عنده روماتويد ارثرايتس بعدين صارت بوست روماتويد اذا الارثرايتس اللي بتصير في الانكل بتكون دائما لها سبب وليست برايمري ويعطيكم العافيه وان شاء الله تكونوا استفدتوا الله يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. بالنسبة للريكورد لما هسه بعد ما أخلص راح يعطيني إنه بدي يسجل عندي على الكمبيوتر
السجل باخذ له 5-6 ساعات يعني راح اروح على البيت واخلي الكمبيوتر شغال. طيب بعدين لما ينزل ما مش عارف كيف بدي اعطيكم اياه، حد منكم اياه يفهمني يعلمني كيف ابعث لكم اياه على الهاي على الايميل بلكي على الايميل ما بوسع لانه على درايف على درايف ترفع على درايف طيب بس يعني راح يكون في كثير فضاوي ربع ساعة أو ثلث ساعة طلعتوا هذا مشكلة عادي دكتور عادي دكتور إذا عرفتوا تضبطوها وتشيلوا الكلام اللي مالوش داعي اللي حكيته عشان يعني ننشرها باليوتيوب للمحاضرات يعني للطلاب الثانيين خلص تمام يعطيكم العافية إن شاء الله دكتور الله يعافيك